يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا شومانة. الأجازة بتعمل كده برضه. صباح الخير يا شومانة وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة 5 أكتوبر 2023. بنتكلم على 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم، النصر اللي لنا أن نفخر جميعاً كمصريين بهذا النصر، وضروري اللي احنا نستلهم في هذا التوقيت ونستعيد روح أكتوبر اللي كانت موجودة عند الشعب المصري كله، روح العمل، روح الإرادة، روح العزيمة والتخطيط والاصطفاف خلف القيادة والإرادة القوية اللي قدرت اللي هي تعبر المستحيل وتحقق نصر أكيد كان كتير كان بيشكك فيه، خصوصا بعد خروج مصر من يعني نكسة 67 تحديدا، وكل كان بيتوقع ان مصر استحالة ابدا ان هي تنهض وتعود لعافيتها مرة تانية بعد هذه النكسة مش اقل من 20 سنة. لكن في وقت قليل جدا قدر الجيش المصري العظيم باصطفاف الشعب من خلفه اللي هو ينهض من هذه يعني النكسة ويقدر اللي هو يبني جيش ويقدر يحارب ويقدر بأقل الإمكانيات اللي موجودة، لكن بعقيدة المقاتل المصري إن هو يستعيد كل شبر من أرض سيناء الغالية. روح أكتوبر لابد اللي احنا نستلمها. افتكر يا جمانة اللي أنا كنت من يومين مع لواء في أكاديمية ناصر العسكرية اللي هو محمد الغباري تحديدا، وقال لك احنا الوقت والمعايير والتحديات اللي كانت موجودة وقتها قد تشتبه لحد ما مع الظروف الحالية، لكن كان عندنا إرادة حقيقية. قال لك قد إيه كانوا 5 بيتقسموا في فرخة، قال لك قد إيه كانوا كلهم عندهم هدف أسمى وهو تحقيق نصر أكيد. عاوزين نرجع الروح دي مرة تانية عشان ننهض ونعبر ويبقى عندنا إرادة حقيقية من حديد. هي كلمة السر كلها الحقيقة الإرادة والإيمان. الإيمان بربنا بكل تأكيد، وأيضا الإيمان بنفسك وبقدراتك وبوطنك وببلدك. ويمكن عارف أنت فكرتني برضو كان في فيلم، أعتقد أنه كان فيلم غالبا مافيا غالبا أحمد السقا، فاكرة ساعتها أنه كان في جملة مهمة جدا كان الفنان حسين فهمي قالها في الفيلم، قال أنت مش بتحب أمك عشان هي أحسن ولا أجمل ست في الدنيا، أنت صحيح. بتحب أمك عشان هي أمك، هي الست اللي ضحت عشانك، هي أمك، أيا كان بقى في أحلى في أجمل في أقوى ملهاش أي علاقة. هي دي الفكرة، إحنا بنحب مصر عشان دي بلدنا، عشان دي أرضنا، عشان ده المكان اللي اتولدنا وعشنا فيه، عشان دي اللي فيها أجدادنا، دي الأرض اللي تستاهل كل نقطة دم في كل واحد موجود فيها. بدون شك ملحمة أكتوبر هي واحدة من أهم الانتصارات للشعب المصري والأمة العربية في القرن العشرين. عملية الإعداد العسكري تحديداً والتعبئة الشعبية اللي قامت على الانتماء والإخلاص والإيمان بالوطن والثقة في الانتصار، دي كلها بتشكل روح أكتوبر اللي عاشها المقاتلون على الجبهة واللي عاشها المصريين في كل قرية ومدينة. يمكن دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها أحمد، إنه فكرة الإيمان وان يكون عندك صحيح. هدف وان انت تكون صاحب حق وبتدافع عن حق، مش رايح تغير على ارض ما او انت رايح تاخد حق مش حقك. صحيح. يمكن في 3 ثوابت تحديدا عند المصريين لو حد قرب من حاجه منهم اعتقد بتبقى نقطه فاصله ونقطه ومن اول السطر ولازم كلنا ننهض ونبقى غيورين عليها، واهمهم الارض والارض. طبعا. واعتقد اللي حصل في ملحمه اكتوبر هو ده المعنى الحقيقي اللي كان بيأكد عليه بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية رقم 38 للقوات المسلحة، واللي كانت بتعقد كمان بمرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة. سيادته قال إن في حرب أكتوبر حضرت الروح الوطنية القتالية اللي حولت الألم إلى طاقة عمل عظيمة عبر بها الحاجز اللي كان منيع، وهنا بنتكلم على خط بارليف تحديدا، والحاجز ده كان بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها، تم إزالة هذا الحاجز وتم إزالة جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حملة يعني أو هذه العقول تنطلق حاملة مشاغل الأمل، مشاعل الأمل والنور للشعب المصري العظيم والأمة العربية أيضا. لأن يمكن جولدا مائير قالت في وقت من الأوقات إن لا يمكن الانتصار على العرب إلا برحيل جيل أكتوبر، لكن في الحقيقة جيل أكتوبر
ما رحلش. جيل اكتوبر هو امتداد للثقافة والإرث المصري اللي ممتد معنا حتى هذه اللحظة. يمكن جيل اكتوبر هو نفس الروح اللي رجعت مرة تانية في 30/6. المصري غيور على أرضه، المصري غيور على هويته، بمجرد ما بيحس إن في خطر وخطر بيهدد الأمن القومي، أعتقد كلنا بننهض وكلنا بننتفض وكلنا بنقوم ونقول لأ وبنحافظ على أرضنا. صحيح أحمد، يمكن كمان زي ما تابعنا امبارح خلال فعاليات الندوة التثقيفية 38 طبعا بمناسبة مرور 50 سنة على حرب أكتوبر، كنت شفنا حتى الفنانة منى زكي وهي بتقول إن الشعب المصري ملوش كتالوج. احنا وقت ممكن صحيح ان احنا في وقت من الاوقات نختلف، يبقى كل شخص فينا عنده راي، لكن في ثانيه كده حتى ممكن احنا نسخر من نفسنا، لكن اول ما حد بيقرب عندنا الوضع كله بيختلف. بتلاقي فجاه حد انت ممكن ما تكونش متخيل انه يبقى عنده الحماس ده، وحتى يبقى عنده خلينا نقول ايه الغيره للدرجات دي على أرضه وعلى بلده، فجأة كلنا بنبقى إيد واحدة. صحيح. فجأة كلنا بنتحول لصف واحد محدش حتى بيقدر إن هو يتخطاه. ويمكن دي الفكرة اللي على مر الزمان وعلى مر العصور أيا كان مين المستبد والمحتل ما قدرش يفك الشفرة دي. دي شفرة المصريين، لأن إحنا شعب ليه حضارة آلاف السنين. أجدادنا قدروا يسجلوا على المعابد، جدران المعابد، إزاي انتصر والمعارك اللي خدوها وإزاي قدرنا نحقق ده. احنا نختلف عن اي حد تاني، وده الحاجة او دي الحاجة المهمة جدا اللي احنا لازم نصدق فيها مهما حصل. فكرة حرب حتى التشكيك في نفسك، وزي كمان ما تابعنا خلال فعاليات الندوة التثقيفية امس، انه دي ليها استراتيجية. فكرة التشكيك في نفسك، وان انت دايما يصدروا لك اخبار مغلوطة او يدخلوا الاخبار او يدخلوا حقائق مغلوطة في النص، او حتى نقلل من حقيقة او نزود من حقيقة، كل دي طرق عشان تدخل في عقولنا حتى انها تغير التاريخ. مش هقول ان هي حتى ان هي تحاول تغير في عقولنا او في هويتنا، فكره حتى تحريف التاريخ. ولو رجعنا مره تاني الحقيقه لروح اكتوبر زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، ما كانش ده يعني طبعا حرب عظيمه ومجيده، لكن ما كانش ده اخر انتصار لينا. يمكن روح اكتوبر دي تجلت مره تانيه في الحرب على الارهاب، وقدره الجيش المصري على القضاء على الارهاب والجماعات المتطرفه في سيناء، ثم كمان امتدت بعد روح أكتوبر بالبناء والتعمير من خلال مشروعات عملاقة في كل القطاعات لتنمية أرض الفيروز اللي ارتوت بدماء أبطالنا. ما يحدث الآن في سيناء أعتقد أن احنا ما شفناهوش على مدار السنين اللي فاتت. صحيح. التنمية والتعمير والإعمار اللي حصل في سيناء ما شفتهوش على مدار السنين اللي فاتت. أعتقد كمان حتى يمكن أهل سيناء، أهالينا في سيناء دلوقتي شايفين اللي بيحصل، شايفين مدن جديدة، شايفين مشروعات جديدة ومشروعات كبيرة، شايفين زراعة، شايفين خير، شايفين فرص عمل. كل ده ما كانش موجود، وكل ده كان مستحيل يحصل لو ما كناش قدرنا نطهر. لطيف هنا حاجة اللي انت كمان في أول مرة في تاريخ مصر اللي انت تحطي خطة، مش خطة خمسية، لا ده خطة ممتدة ل 15 سنة قدام 20-30، خطة تنموية أثرها هتظهر للنور يمكن بعد 10 سنين وبعد 12 سنة، لأن انت عاملة خطة تنموية متكاملة لتغيير حال المواطن المصري، ليه كمان جذب مزيد من الاستثمارات. فكل ده عمره ما كان هيحصل غير بالعمل والبناء والإرادة الحقيقية اللي بيها بتبنى الأوطان. الاستثمارات الحقيقية يمكن من دلوقتي باينة كمان يا صحيح. أحمد، يعني فكرة حتى أبسط حاجة الطرق اللي اتعملت، فكرة تسهيل التحرك بالنسبة لنا من هنا من العاصمة أو من أي محافظة لسيناء والعكس، ده حتى ما كانش موجود. فدي كل دي حاجات أعتقد أن حتى بوادرها بانت، مش لسه هنحتاج 10 أو 15 سنة. طبعا الأثار والثمار الأكبر هتبان، والهدف الأكبر هيبان طبعا زي ما أنت بتقول، لكن من دلوقتي إحنا شايفين الأثر. مرة تانية إحنا كل سنة هنفضل نحتفل بحرب أكتوبر، وكل سنة هتبقى احتفالنا بيها أكبر وأكبر عشان الأجيال الجديدة تعرف قيمة هذه الحرب. عرفوا ولادكم إيه تاريخنا، عرفوا ولادكم إيه اللي إحنا كنا بنتعرض ليه، عرفوا ولادكم قد إيه حرب أكتوبر حرب عظيمة. بلاش يبقى معلوماتهم بيجيبوها من بره، زي ما كنا دايما بنقول إحنا اللي لازم نحكي قصتنا طول الوقت، مش لازم أبدا نخلي حد يحكي لنا قصتنا ولا يحكي لنا تاريخنا. كل سنة وكلنا بخير وبعزة وسلام ونصر. كل سنة وكل المصريين بخير. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض.
على وش الأرض وبتنفس وفي قلب النبضي لا يمكن شمسك يوم هتغيب. وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني أنا منك طول الوقت قريب. مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا الروح ومعاك هروح آخر المشوار وفي وسط العتمة ووسط الضلمة أنا باب مفتوح وزواج الليل هقلبه لنهار. فكلك ضهر وحيطة وسدي صد الخوف مش هقبل اشوف عيونك دمع صابع العشر هقيده مشمع وبكرة هنقلب اي ظروف. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح اخر المشوار وفي وسط العتمة وسط الضلمة انا باب مفتوح وزواج الليل هقلبه لنهار. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح اخر المشوار وفي وسط العتمة وسط الضلمة انا باب مفتوح وزواج الليل هقلبه لنهار. صباح الخير، صباح النصر، صباح الانتصار، صباح يعني الفخر لنا أن نفخر جميعا يعني هذا الشهر، مش هقول هذا اليوم لأن 6 أكتوبر بالنسبة لنا هو احتفال ممتد طوال العام لأن قدرنا نرجع في الأرض اللي كانت مسلوبة واللي كان معتدي عليها لي يعني سنوات. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطقس. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، كمان في النهاردة فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية وأمطار خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كمان في فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 27 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مره تانية وكعادتنا في صباح الخير يا مصر بنبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا بتذكير باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امس الندوه التثقيفيه 38 للقوات المسلحه احتفالا بالذكرى 50 لانتصارات اكتوبر المجيده. وقال كمان يا جمانه خلال هذه الندوه التثقيفيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ما تحقق في حرب اكتوبر لم يكن انتصارا فقط ولكن كان قفزة استثنائية وأن الجيش المصري العظيم استطاع كسر حاجز الخوف وفارق القوة خلال حرب أكتوبر المجيدة. نقطة مهمة أنا عايز أقولها، يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم على الموضوع، لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت، مصر قفزت. مصر قفزت ليه بقى؟
لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة، وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش، وخاصة قدرة الجيش المصري. الكلام كان بيتقال وده موجود مشاهديا في الوقت ده، اتقال مصر تحتاج 50 سنة عشان إعادة بناء جيشها اللي تم تدميره. إذن اللي يستطيع في ظل الظروف دي كلها بالكامل، هزيمة كاملة، إحباط كامل، فقد للثقة، غياب لقائد كانوا هم متعودين عليه بقالهم 16 سنة من 52 ل70، وكان له يعني كان بيعتبر رقم كبير جدا في معادلة القوة بتاعت الدولة المصرية ويمكن العربية. كل ده ويستطيع الجيش ان يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة، وفرق القوة الضخم جدا ما بين ما لدينا وما لديهم، لا ده ما كانش انتصار. انت بتتكلم على من أي منظور؟ انت الجسر الجوي الامريكي كان بينزل دبابات الام 60 في مطار العريش، ونلاقي الدبابات عامله 80 كيلو 100 كيلو اثناء الدبابات اللي هي اللي تم تعويض طائرات الفانتوم اللي سقطت في معركه المعارك كلها المنصوره والمعارك اللي تمت في الفتره ديت، وتاكل سلاح الطيران الاسرائيلي في المعركه ديت بالمفردات بتاعت القوه اللي كانت موجوده واللي كانت هي في الوقت ده لصالح اسرائيل. تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمه والروح المعنويه انه يحقق. لكن انت ما تيجي تقول النهارده ان يبقى في جسر جوي ضخم بيقول فيه ويتقال النهارده، من احنا بنقول الكلام ده مش بنستدعي حاله من يعني، لا ده احنا بنحكي ازاي نفهم الحكايه. خلال الندوة التثقيفية رقم 38 للقوات المسلحة، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت لحظة تحدي قاسية على الشعب المصري، والمصريين رفضوا الهزيمة لما خرجوا لمطالبة الرئيس عبد الناصر بعدم التنحي بعد 67. هتكلم الأول أقول الهزيمة إمتى؟ الهزيمة عندما تقبلها. الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67، لكن خد بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة، الواقعة الهائلة بتأثيرتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا، ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا إن مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيليين موجودين في سيناء كلها. إذن أول نقطة عايز أقولها لكل من مهتم بالقضية وعايز يعرفها، القضية مش بدأت في 73، القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط حالة الألم والهزيمة خرج المصريين وقالوا لا إحنا مش هن، واستحملوا من 67 ل73 ظروف هائلة وضخمة على كافة المستويات. صحيح كان في دعم عربي، لكن كل موارد مصر تم تخصيصها
لصالح المجهود الحربي. ولكم أن تدركوا إن الشعب المصري في الوقت ده كان يعني بيخرج يجيب حاجته بالطابور. بالطابور للناس اللي هي القضية بتاعت الوعي اللي أنا أقصدها إيه؟ إن غياب المشاهدة، غياب الحضور اللي بيتكلم غير اللي عاش. فأنت عايز تقول للي بيسمع أنت ما شفتش ده. لازم حد يدوقهم، مش يعني يدوقهم بالحكاية بعمقها، حجم الجهد والإصرار اللي حطوه المصريين عشان رفضا للهزيمة. وأنا عايز أقول لكم ممكن يكون الكلام ده أدهش الإسرائيليين نفسهم، كانوا متوقعين إن الموضوع ده هيترتب عليه إن فعلا هيخرج من المشهد في مصر رئيس مصر. وهقول للناس في مصر تعرف إن كان أنا في تقديري، ويمكن ستلاقوا طلح يعني ياخد ودي معايا في دي، أنا كنت بعتبر إن أحد عناصر قوة الدولة الشاملة في مصر في ذلك الوقت هو شخص الرئيس. هو شخص الرئيس. وبالتالي كان تحدي آخر في سنة 70 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر. ده كانت ضربة كبيرة جدا جدا، وكانت قاسية جدا جدا على وجدان الشعب المصري. نفس السياق، ألقى أمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة مرور 50 عام على انتصار أكتوبر المجيد. قال فيها إن جيل أكتوبر العظيم ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة، وأثبت مجددا أن لمصر رجالا في كل عصر، وأن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها، والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوة الشاملة اقتصاديا وتكنولوجيا وتنمويا، لتصل مصر في وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد. شعب مصر الكريم، إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا. وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل، فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد لا يعودنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب. وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من 10 سنوات كاملة، وسيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها، ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها، والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوة الشاملة اقتصادياً وتكنولوجياً وتنموياً، لتصل مصر بإذن الله وفي وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد. خلونا نروح وناخد مجموعة من الأخبار التي حدثت بالأمس، اللي منها اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي أكد فيه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة هتبدأ في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. وكمان امبارح رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر باقتصاد قناة السويس. أيضا القوات المسلحة كرمت عدد من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، ونظمت عدد من الزيارات المنزلية لأسرهم وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة.
أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أهمها اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي صارت خلاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النتائج المهمة لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، متقدماً بالشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعات خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة. كما تقدم بالشكر أيضاً لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة، وأكد مدبولي أن هذا المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر اللي جعل ما تحقق في هذه الفترة إنجاز بكل المقاييس، مؤكداً أن الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة هتبدأ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مع متابعة ذلك في مختلف القطاعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في كلمته بختام مؤتمر حكاية وطن بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات اللي أفرزها الحوار الوطني، فقد تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وتم تصنيفها بحيث يتم إرسالها للوزارات المختصة من أجل دراستها بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة C2X لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها ل 3 مليار دولار للمرحلة الأولى لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع براين ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة C2X اللي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أزرع شركة AP مولر مايركس. جاء هذا اللقاء على هامش مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة C2X لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة. وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره وسعادته بما تم التوصل إليه من اتفاق وتوقيعه بشأن إقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته باستثمارات تصل ل 3 مليار دولار للمرحلة الأولى منه، مؤكداً حرص الدولة على إتاحة التيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود مثل تلك الاتفاقيات وفقاً للأطر الزمنية المتفق عليها في هذا الشأن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، كما نظمت عدد من الزيارات المنزلية لأسرهم بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة اللي ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم. أيضاً محافظات مصر كان فيها أخبار وحدات حصلت امبارح، ففي المنيا تم تجهيز وصيانة 32 مخار للسيول استعداداً لموسم الشتاء، وفي شمال سيناء تم إطلاق مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر في العريش. خلينا نروح من شمال سيناء لمحافظة الغربية اللي تم فيها تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية. أما في محافظة السويس فتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل شوارع حي الأربعين. ماذا حدث في باقي محافظات الجمهورية؟ هو ده اللي هنتعرف عليه في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنيا تم تجهيز وصيانة 32 مخر للسيول طبيعي وصناعي مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي أزمات طقسية أو سيول والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد قام بمناظرة 2822 حالة خلال سبتمبر الماضي، بينها 200 حالة قلب، وتأتي المناظرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية.
في شمال سيناء نظم فرع جهاز البيئة بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر. تأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وبدأت بنظافة شاطئ البحر بجانب زراعة شتلات الزيتون وعقد ندوات حول أضرار النفايات البلاستيكية وتوعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي. في دمياط تم إطلاق فعاليات مشروع تحويشة في بنك بمركز كفر سعد اللي استهدف 2273 سيدة، وده ضمن مشروع المجلس القومي للمرأة تحويشة لدعم سيدات مصر في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات مصر. في الغربية شهدت مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى كفر المحروق وقليب إبيار وعزبة الشربجي وعزبة عزيز عزت بمركز كفر الزيات، وده لتخفيف العبء عن أسرهم وإدخال روح البهجة عليهم. في السويس أعلن حي الأربعين قيام الإدارات المختلفة بعمليات تطوير ورفع كفاءة شارع حي الأربعين وإنشاء ميدان حضاري ضمن الاهتمام بالشكل الحضاري لميادين المحافظة، حيث يتم رفع كفاءة وتجميل الشوارع وإنشاء جزيرة أمام مبنى الحي بطول 100 متر وبها 2 شلال ومسلة فرعونية ترمز لعراقة محافظة السويس. في الفيوم تم استقبال فريق حملة الشباب والمناخ ضمن فعاليات الملتقيات البيئية بالمحافظة بالتزامن مع مؤتمر التغيرات المناخية المحلية للشباب وبالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، بجانب تدشين السيارة الخاصة بالتوعية المناخية اللي حتجوب أرجاء المحافظة على مدار يومين. شاهدينا فقرتنا في صباح الخير يا مصر مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا نرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في فرص لأمطار ضعيفة وخفيفة على القاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وطبعا أجواء خريفية وفي يعني منخفض جوي بيأثر على الطبقات العليا للجو، كلمينا عن تفاصيله والأحوال الجوية اللي ممكن نتعرض لها والظواهر الجوية اللي ممكن نعاصرها خلال اليوم. هو طبعا احنا يمكن من الامس بدات الامطار تتساقط على بعض محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الموجوده في السواحل الشماليه الغربيه. اليوم متوقع استمرار تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، المنخفض ده على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض، بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا السحب العاليه في محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه، فبتؤدي السحب لحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي بتؤدي لانخفاض في درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، وتعتبر درجات الحراره حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها، فده اللي هيخلي الطقس اليوم هو طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، وطقس ما بين حار الى شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير كمان ومنخفض في ساعات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر اجواء لطيفه تماما في ساعات الليل المتاخر وفترات الليل بشكل كبير، لان الصغرى كمان بدات تنخفض في معظم محافظات الجمهوريه وبدانا نسجل درجات حراره صغرى خلال فتره الليل ما بين 22 و23 في محافظات شمال البلاد. بالنسبه لفرص سقوط الامطار هيستمر معانا اليوم فرص سقوط الامطار واللي هتختلف شدتها من محافظه لمحافظه،
وهتكون مؤثرة بشكل كبير على محافظات السواحل الشمالية الغربية. متوقع اليوم يكون فيها فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة والرعدية أحيانا على محافظة مطروح ومحافظة الأسكندرية وبعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة كفر الشيق البقهلية. كميات الأمطار ممكن ترتقي للمتوسط في بعض الحالات مع الأمطار الرعدية اللي ممكن تحصل على سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، لكن باقي مناطق الجمهورية تمتد لها الأمطار لكن بصورة أقل، تمتد لها أمطار خفيفة بنسبة حدوث لا تتجاوز 20% على بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، بعض المناطق من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، سواحلنا الشمالية الشرقية. لكن كميات الأمطار في المناطق الداخلية اللي احنا ذكرناها اللي هي الأمطار الخفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان أن اليوم متوقع استمرار تكون لشبورة مائية فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا من 7-8 صباحا تدريجي الشبورة المائية بتبدأ تتلاشي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع يكون معانا نشاط نسبي للرياح، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره وخاصه في فترات الليل وساعات النهار. سرعتها قد ايه يا فندم الرياح؟ سرعات الرياح ما بين 30 ل 35 كم على الساعه، لان هو نشاط نسبي، الرياح مش قويه لكن هي بتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير وخاصه فترات الليل. الملاحه البحريه كمان اليوم متوقع ان هي تكون معتدله تماما على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. مهم بس ان احنا ناخد بالنا وبالحذر كل الساده المواطنين ناخد بالنا من القياده على الطرق المؤديه من والى سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، لان كميات الامطار هناك يعني فوق الخفيفه او تكون متوسطه ورعديه، فلازم تكون القياده بهدوء تام. نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع. وهم كمان بقى كل المواطنين احنا نتابع النشرات الجويه، لان دايما في الخريف بيحصل بعض التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الدايم في خرائط الطقس، فمهم ان احنا يوميا نتابع النشرات الجويه. بشكرك منى، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 31 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 31-23، اسكندريه 28-23، العالمين الجديدة 28-22، مطروح 27-22، دمياط 29-22، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 32-21، السويس العظمى فيها 31 والصغرى 22، العريش 29-22، كاترين 28-17، طابة 30-24، حلايب 33-26، شلاتين 36-25، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-25، الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 23، بني سويف 32-22، الوادي الجديد 37-23، أسيوط 35-20، سوهاج 36-23، قنا 38-24، الأقصر 39-25، وأخيرا أسوان العظمى فيها 40 والصغرى 26. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقرتنا. ربنا يسلم الجميع يا لميا، شكرا ليكي وشكرا موصول لدكتور. شكرا يا احمد. مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في دور المجموعات للدوري الاوروبي ومباريات الجوله الثالثه من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى يوم 14 أكتوبر الجاري يومياً، وحتى في الأجازات الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من يوم 9 نوفمبر.
النهاردة أجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وده في ضوء قرار رئيس الوزراء المتضمن أن يكون الخميس أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وده في إطار الحرص على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 16 مباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، من أهمها مباراة سبورتينج لشبونة البرتغالي مع أتلانتا الإيطالي في تمام الساعة 8:15، في نفس التوقيت مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي مع برايتون الإنجليزي، 10 بالليل مباراة ليفربول الإنجليزي مع سان خيلويزي البلجيكي. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، هيلتقي نادي زاد مع نادي بلدية المحلة في تمام الساعة 4:00 عصرا، في 7:00 مساء مباراة نادي سموحة مع نادي المقاولين العرب. يعني يبدو كده اللي هو يوم كروي بامتياز. صحيح. اي حد عاوز دوري انجليزي دوري مصري كل حاجه النهارده اجازه موجودة. بقى النهارده خلاص بكره الجمعه. طيب تعالي نروح يا جمانة لدمياط، وتحديدا يمكن في الفتره الاخيره شايفين اهتمام ملحوظ بذوي الهمم، وده حقهم علينا يعني، لكن اصبح اهتمام بشكل ملموس وبيؤثر مباشره على اخواتنا من ذوي الهمم. في مدينه دمياط الجديده تم تجهيز شاطئ متكامل لخدمه ذوي الهمم واسرهم. الشاطئ ده اسمه قادرون، وبيوفر لهم كل الخدمات اللي محتاجها ذوي الهمم علشان يقدر اللي هو يستمتع بأجواء البحر والأجواء اللي موجودة على الشاطئ هناك. صحيح يا أحمد، الشاطئ كمان بيشتمل على قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، مسجد، رعاية طبية، وبرجولات، وملاهي أطفال وغيره. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الشاطئ ونرجع لحضراتكم على طول. على مساحة 11,000 متر شهدت مدينة دمياط الجديدة إنشاء شاطئ قادرون خاص لذوي الهمم، وهو أول شاطئ متكامل جرى تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة ذوي الهمم بالمجان بدمياط. وحيث إن المشروع مكون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الهمم ممن لديهم الإعاقة السمعية والبصرية والإعاقة الحركية والإعاقة الذهنية. يشتمل الشاطئ أيضاً على قاعة احتفالات مفتوحة وملاعب شاطئية ودورات مياه ومسجد ورعاية طبية وبرجولات وكافيتيريا وخدمات شاطئية وملاهي أطفال ومكاتب إدارية وخدمية لخدمة ذوي الهمم من وقت الوصول حتى ساعة المغادرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن شاطئ قادرون من المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير السادة المشاهدين جميعا، صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير. يعني في البداية لو توضح لنا أكتر، تعرفنا تفاصيل أكتر عن شاطئ قادرون، إيه المميزات المخصصة فيه لذوي القدرات الخاصة، التصميم اللي تم مراعاته في تنفيذه، إيه اللي فيه مختلف عن أي شاطئ آخر، التأهيل كان شكله إيه؟ بداية مع اهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية بأبنائنا من ذوي الهمم ومع علاقة المنطقة الجديدة اللي بتتميز بالشاطئ طوله 9 كيلو متر على بحر الأبيض المتوسط، رفعنا في ظل توجيهات معالي وزير الإسكان أن المدن الجديدة تسخر كل خدماتها لأبنائنا من ذوي الهمم. جت الفكرة أننا كمدينة ساحلية نعمل فكرة شاطئ لأبنائنا من ذوي الهمم، إلا أني مع حلمنا ان 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 يكون صرح كبير لابنائنا من ذوي الهمم، ما يكونش حاجه موسميه. قررنا اننا نعمل فكره كبيره، وهي اننا نحول الشاطئ لنادي شاطئي متكامل الخدمات علشان نقدر نعمل فكره جديده، فكره متطوره تقدر تخدم ابنائنا من ذوي الهمم. الشاطئ ده الميزه اللي فيه او النادي الشاطئي ان انا مش بشتغل على حاجه موسميه، انا بشتغل على حاجه دائمه
طول فترة السنة. النادي تم مراعاة تصميمه بالكامل باستعانة بإحدى الجامعات المصرية علشان خاطر نقدر نوفر المواصفات الفنية المطلوبة لأبنائنا من ذوي الهمم في حركتهم في دخولهم في ممراتهم، بداية من توفير مباني كاملة مبنى متكامل بخدمات طبية ورعاية وإدارة، حتى دورات المياه تم تنفيذها بأجهزة إنذار وبأجهزة يستطيع أبنائنا من ذوي الهمم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، توفير مطاعم وكافيتيريا، توفير حمام الشباب بمواصفات قياسية تم تنسيقها مع مجلس متحدي الإعاقة التابع لمجلس الوزراء علشان خاطر نقدر نعمل اختبارات عليه ونقدر نطمن ان ابنائنا من ذوي الهمم يقدر يستمتعوا بحمام السباحه بشكل مرن ما فيهوش اي ضغوط. تم تنفيذ باشمهندس محمد يعني جميل ان احنا نعمل الشاطئ ده يكون مستمر طوال ايام العام، مش فكره موسم الصيف او الثلاث شهور بتاع الصيف وانتهى الامر على ذلك، لا، من حق اخواتنا ذوي الهمم اللي هم يستمتعوا بالشاطئ طوال ايام العام، لان انا واحد من الناس مثلا بحب اسكندريه في الشتاء، وكذلك الامر يعني في اعتقد دمياط الجديده الموضوع مختلف تماما والشاطئ مميز، لكن عاوز اعرف من حضرتك بالنسبه لرسوم بقى الدخول. لا، رسوم الدخول بالمجان لجميع ابنائنا من ذوي الهمم، احنا هنا نفذناه بكل حب وكل مشاركه مجتمعيه وبكل دعم من كافه الجهات التنفيذيه في الدوله علشان خاطر يكون ليهم بالمجان. احنا يعني كانت رغبتنا من البدايه اننا نعمل لهم حاجه مميزه، نقول لهم ان انتم كيان موجود كبير، من حقكم علينا ان احنا نعمل حاجه مميزه ليكم وتكون منحه من الدوله ليكم، احنا مش هدفنا الربحيه فيه، بالعكس يمكن احنا كل قلناه ان الخدمات الداخليه اللي موجوده في المطعم والكافيتيريا لو هو محتاج حاجه منها هي دي هتبقى برسومه ورسوم مدعمه، لكن ما دون ذلك كل حاجه بالمجان وكل استمتاع بالشاطئ بالمجان. طبعا يعني الحقيقه فكره عظيمه، ويعني انا حتى يمكن بقى يعني اتمنى بقى كمان في المستقبل ان شاء الله انه حتى الشواطئ يقدر يستمتع بيها الكل، ويبقى في حتى هذه الشواطئ تبقى مجهزه ومؤهله انه ذوي الهمم يقدروا يستخدموها عادي ضمن باقي الناس. على اي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه دمياط الجديده، بنشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. يعني جمعنا دلوقتي الساعه 8، ده معادنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لميا حمدين، اتفضل يا لميا. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حاجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوة الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973. وخلال جلسة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، شدد الرئيس السيسي على أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم الموازين القوى العالمية، لا سيما الصراع بين القوى العظمى في العالم وقتها. ووجه الرئيس السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. قام المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي بتحرير توكيل للمستشار محمود فوزي ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية. وكلف الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وأن يكون ممثله القانوني بها. تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ولمدة 10 أيام. كانت الهيئة قد أعلنت التشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس.
وأوضحت الهيئة أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين ينتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقد ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. أصدر مجلس النواب الليبي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري 13 ووفقا لما أقرته لجنة 6+6. كما وجه رئيس مجلس النواب عقيل صالح بإحالة القانونين وتسليمهما للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي. وفي بيان لها قالت الخارجية البريطانية إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية. وأضافت أن موسكو سترغب حتما في تجنب إغراق سفن مدنية علنا، وستتهم كذبا أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم على حد تعبيرها. قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا. وأضاف المسؤولون أن قوات كييف تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حققتها على الجبهة الشرقية منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو الماضي. من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية في برلين أن ألمانيا لم ترفض رسميا الطلب الأوكراني للحصول على صواريخ كروز من طراز توروس، لكنها أعلنت أنها لن تقدم الصواريخ المطلوبة في المستقبل المنظور. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيلقي قريبا خطابا هاما بشأن أهمية دعم أوكرانيا. وقال بايدن إن من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن لديها وسائل أخرى يمكن استخدامها لدعم أوكرانيا، وأن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس ما زالوا يدعمون كييف. سجلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحا عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة بسبب الإعصار كوينو. وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية أنه تم تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95.2 مترا في الثانية في جزيرة أوركيد، وهو رقم قياسي جديد لتايوان. رياضيا، تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة. أحرز أهداف الأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، والفرنسي موداستا في الدقيقة 51، وإمام عاشور في الدقيقة 85. وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها نوفمبر المقبل. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. قف للمعلم وفي تبجيل كاد المعلم أن يكون رسول. النهاردة اليوم العالمي للمعلم، كل سنة وكل معلمين ومعلمات مصر بألف خير. ونحن نتكلم على يوم المعلم النهاردة، فلازم نتكلم كمان عن ملف الأطفال في مصر. الحقيقة اللي خد يعني هنقول خطوة كبيرة جدا من التطوير والإنجازات في ملفات متعددة الحقيقة، لكن من أبرز هذه الملفات هو ملف التعليم والثقافة والتربية والصحة. لو هنتكلم تحديدا على التعليم، الدولة المصرية قطعت شوط كبير في ملف التعليم الأساسي، وقدرنا في فترة قصيرة جدا ان احنا نطور المناهج ونعدلها ونستحدث ايضا نظم تكنولوجية متطورة. خطوات كبيرة حصلت يا جمانة فعلا خلال الفترة الأخيرة في ملف التعليم، رغم ان يمكن تكون الآفة الحقيقية اللي بتهدد يعني هذا الملف هو فكرة الزيادة السكانية طبعاً. لكن انت تخيل ان في كل عام 750 ألف طالب طبعاً بينضموا للمدارس، يعني رغم احنا شفنا رفع كفاءة وفصول تعليمية جديدة ومدارس جديدة تم انشائها، لكن
الزياده والاقبال اكبر. صحيح. فيمكن هو ده التحدي الاكبر في ملف التعليم، لكن رغم كل ده بيبقى المعلم هو رمانه الميزان زي ما بيتقال في العمليه التعليميه، وفي يوم المعلم العالمي لازم ان احنا نكون بنوجه رساله شكر، رساله تحيه وتقدير وعرفان لكل من علمنا علم انتفعنا به ويعني ادى الى وصولنا لما نحن عليه اليوم ونقل لنا خبره مكتسبه. فلازم نقول لكل من علمونا وكل المدرسين اللي عدينا عليهم في كل مراحلنا التعليميه شكرا، شكرا لما قدمتموه لنا خلال هذه الاعوام الدراسيه، وجميلكم لان هو فعلا جميل عمرنا ما هننساه، بالعكس احنا ممتنين جدا ليكم وهنفضل نتذكركم بكل خير لان هو ده العلم اللي بينتفع بيه زي ما بيقول. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن ملف تطوير التعليم الاساسي مع ضيفنا اللي موجود عبر الهاتف معانا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير يا استاذ جمانة، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب اولا. وحضرتك طيب، وكل عام وكل معلمي مصر بخير، وكل عام وكل المصريين بخير بمناسبه 6 اكتوبر. يا رب، اللهم امين. دكتور يعني عاوزين نعرف من حضرتك كيف كان وكيف اصبح ملف التعليم الاساسي للاطفال في سنوات المراحل التعليميه الاولى. جميل جدا، لا شك ان الدوله المصريه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف التعليم اهميه خاصه. صحيح. وخاصه التعليم ما قبل الجامعي واللي احنا بنسميه التعليم الاساسي. طيب ليه؟ ايمانا من الدوله المصريه بان التعليم يعتبر هو القاطره لتحقيق التقدم والتطور وازدهار الدوله المصريه. خلي بالك يا استاذ احمد، زي ما حضرتك اتفضلت قلت من شويه، الزياده السكانيه هي بتلهم اي ثمار للتنميه. احنا عندنا عدد الطلاب في مرحله التعليم ما قبل الجامعه فنن 25 مليون طالب. نعم. بمعنى ان هم ربع سكان مصر تقريبا، بل هم مجموع او اكبر من مجموع عدد من الدول العربيه مع بعض. احنا بنقول ان في دول متقدمه والكلام ده كله في التعليم، لكن احنا لو بصينا الواقع التعليم بتاعنا هنلاقي عدد الطلاب في المرحله دي 25 مليون طالب، اكثر من مجموع عدد من الدول العربيه مجتمع. طيب هنا الدوله المصريه في عام 2014 تنبهت الى خطوره عدم تطوير التعليم. كنا يا فندم بنحتل لمرات متاخره جدا. صحيح. في مؤشرات جوده التعليم تصل الى المرتبه الاخيره على مستوى العالم، وبالتالي تنبهت القياده السياسيه الى اهميه تطوير التعليم باعتباره امر حتمي لا مفر منه. وخلي بال حضرتك، تحولت اهداف تطوير التعليم في مصر من مجرد محو الاميه الهجائيه الى محو الاميه الثقافيه. نعم. والكمبيوتريه او الاميه الايه التكنولوجيه. كمان يا فندم تحولت اهداف التعليم الى محاوله تخريج انسان قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل الحديثه. طيب هنا يا فندم هنلاقي حجم الانفاق على التعليم في مصر من سنه 2014 الى عام 2023 حوالي تريليون جنيه. وخلي بال حضرتك ميزانيه التعليم تطورت بشكل كبير جدا من 80 مليار جنيه سنه 2014 الى 118 مليار جنيه في عام 23، وهذا العام 2024 تطورت الى 160 مليار جنيه، يعني بزياده مقدارها 100% عما كانت في عام 2014. وهذا المؤشر بيؤكد على ان الدوله المصريه رغم الضغوط الاقتصاديه الكبيره التي تعاني منها دول العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، بتعطي التعليم او ملف التعليم اولويه خاصه. حضرتك يا فندم مثلا في عام 2014 كان عدد الطلاب 18 مليون، اصبح الان 25 مليون. عدد الفصول حصل تطور فيها، كان 466,000 فصل سنه 2014 الان 551,000 فصل. عدد المدارس تطور من 94 او 49,000 فصل الى 60,000 فصل بزياده حوالي 22%. خلي بالك الدوله المصريه برضك عملت مشروعات عظيمه جدا جدا في ربوع مصر مختلفه. طيب منها مثلا يا فندم تم تنفيذ حوالي 2400 مشروع في قرى مبادره حياه كريمه لمحاوله استيعاب حوالي 4.7 مليون تلميذ. خلي بال حضرتك عمليه التعليم الاساسي وقبول الاطفال في هذه المرحله من اهم واخطر المراحل لسببين. طبعا بكل تاكيد. طيب دكتور تامر، يعني انا طبعا بشكر حضرتك الحقيقه على كل هذه الاجابات كمان اللي بتتضمن ارقام دقيقه، لانه زي ما دايما بيقول لغه الارقام لا تكذب يعني. بس زي حضرتك ذكرت نقطه مهمه وهي فكره بناء شخصيه الطالب او بناء شخصيه الطفل. هل بناء شخصيه الطفل مرتبطه فقط بالمناهج التعليميه،
ولا بناء شخصية الطفل مرتبطة بالأنشطة اللي بتكون موجودة ولا بالمعلمين اللي بيدرسوا الأطفال؟ يعني فكرة بناء شخصية طالب، واحنا بنتكلم على 25 طالب، 25 مليون طالب في هذه المرحلة الأساسية، ده رقم ضخم جدا، قادر ان هو يا يبني دولة ويبني وطن، يا اما يكون خلينا نقول عالة على الوطن. تمام، سؤال جميل جدا يا فندم. دلوقتي في التعليم يا فندم، احنا التعليم بيهدف الى تنميه شخصيه الطالب من ثلاث نواحي اساسيه. الناحيه المعرفيه، ودي بتقوم بها المناهج، الناحيه الشخصيه او الوجدانيه، ودي بتقوم بها يا فندم المعلم، طبعا بيبقى له دور مهم جدا، والانشطه. واحنا دايما كتربويين بنؤكد على اهميه الانشطه في تنميه شخصيه الطالب. انا ما ينفعش من خلال منهج تعليمي مهما كان المنهج دوت الا انا انمي شخصيته. ليه؟ في بعض الطلاب قد يتفوقوا من الناحيه العقليه، لكن من الناحيه الشخصيه والوجدانيه يا فندم تلاقيهم صفر. فبالتالي هنا اهتمت الدوله المصريه بادخال مره ثانيه او عوده الانشطه المدرسيه مره اخرى، اللي احنا نستثمر مواهب الاطفال او الطلاب. فمن هنا عاد حاجه اسمها اليوم الرياضي او اليوم الفني. الطالب في يوم في المدرسه كل اسبوع، لو طالب عنده هوايه الرياضه بيروح يمارس الرياضه، لو عنده هوايه الفن بيروح المسرح او التمثيل. فبالتالي تنميه شخصيه الطالب يمكن ان ترجع في جزء منها الى المناهج التعليميه، واحنا الحمد لله عاملين مناهج مطوره قائمه على تفاعل الطلاب، قائمه على تنميه قيم ايجابيه لديهم. ثاني حاجه فن قائمه على الانشطه، ثالث حاجه قائمه على المعلم. المعلم طبعا بيلعب دور ايجابي ودور كبير جدا في عمليه التعلم والتعليم. ومن هنا يا فندم اهتمت الدوله المصريه في اختيارها ل 30,000 معلم في المرحله الاولى، تعيين 150,000 معلم باجراء اختبارات في منتهى الحسم والحزم في انتقاء هؤلاء المعلمين، باعتبارهم اكبر مؤثر على شخصيه الطالب فيما بعد. صحيح. دكتور تامر، يعني عاوزين برضو نعرف من حضرتك، لان الدوله المصريه فيما يخص مساله تطوير التعليم أخذت الخيار الأصعب. الخيار الأصعب كان هو العمل بالتوازي على يعني بناء البشر وأيضا بناء الحجر. رفعنا كفاءة مدارس، استحدثنا مدارس جديدة، ويمكن زي ما بنتابع دلوقتي على الشاشة عدد من المراكز اللي تم تطويرها ورفع كفاءتها في قرى حياة كريمة تحديدا، المشروع الأهم والأعظم في تاريخ مصر لارتباطه بأكثر من 60 مليون مواطن مصري. لكن يهمنا واحنا بنتكلم على بناء الانسان، مش نتكلم بس على الطالب، لان حضرتك تحدثت عن نقطه في غايه من الاهميه، وهي فكره اختيار المعلمين الجدد، لكن عن المعلمين يعني موجودون حاليا في المدارس، وهم اساتذتنا، ويعني احنا ممتنين ليهم لان هم عندهم الكثير من العلم، لكن ازاي ايضا بيتم تطويرهم ويعني اطلاعهم على المتغيرات والمستجدات الجديدة، لأن احنا عارفين العالم أصبح منفتح وفي متغيرات كتيرة قوي بتحصل في مسألة التعليم تحديدا. طب جميل جدا يا فندم. احنا دلوقتي في المسألة دي مش هنقدر نفصلها عن مسألة تطوير المناهج. حضرتك دلوقتي في الدولة المصرية قامت بخطوات جادة لتطوير المناهج. المناهج بتاعتنا المصرية كانت زمان أيامنا كانت تعتمد على حفظ والتلقين، وبالتالي كانت بتخرج أجيال غير قادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل. ومن هنا بدا التطوير يا فندم من سنه 2018 بتطوير مناهج كي جي 1، وصل الان التطوير الى الصف السادس الابتدائي، وهيتبعه خلال السنوات القليله القادمه ان شاء الله تطوير مناهج المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. طب تطوير المناهج ده يا فندم، المناهج هنا بقت بتشجع على التفكير وعلى البحث عن المعلومه وعلى اكتساب الطالب المعلومه بنفسه. بقى يا فندم بتقوم على فكره التكامليه، على فكره دي مناهج عالميه وبتتناول القضايا القوميه الكبرى وبتناول بناء الشخصيه الانسانيه. طيب انا المناهج دي يا فندم معظم المعلمين الموجودين الان في الخدمه اعدادهم كان قديم الى حد ما. طب احنا هنسيبهم يتعاملوا مع هذه المناهج الحديثه بتدريبهم القديم؟ لا. هنا بدات وزاره التربيه والتعليم يا فندم في تدريب اكثر من 630 الف معلم في الصفوف الاولى والتعليم الابتدائي على المناهج الجديده ديت، وعلى ازاي يشرحها للطلاب وازاي يقوموا بالانشطه من خلالها مع الطلاب. وتم كمان يا فندم تدريب 180 ألف من القيادات المدرسية اللي هم النظار ومديرين وكده على قيم الحوار واحترام الآخر. وتم تدريب 60 ألف مدير مدرسة واختصاص اجتماعي على تفعيل دور المدرسة في تنمية قيم الانتماء والولاء الوطني. يبقى هنا يا فندم تنبهت برضه الدولة المصرية إلى العامل البشري باعتباره العامل الأهم في العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على
التعامل مع معطيات المناهج الجديده وعلى معطيات العصر الحديث. وخلي بالك يا فندم دلوقتي المعلمين، كل اي معلم متعين لازم يكون معاه مهارات الكمبيوتر ومهارات التواصل ومهارات مهمه جدا في العمليه التعليميه وفي التعامل مع زي ما قلت قبل كده مع معطيات العصر الحديث. ما بقاش تعيين معلم زي زمان، الطالب يخلص كليه التربيه يخش على طول على التدريس من غير ما يكون معاه هذه المؤهلات. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور تامر شوقي الخبير التربوي. يمكن هذا الملف هو الحقيقه من اهم الملفات، وزي ما كنا بنتكلم هو الركيزه الاساسيه انه يكون عندنا جيل واعي، مش جيل بقى، اجيال واعيه واجيال مثقفه واجيال تقدر انها تتحمل مسؤوليه هذا الوطن. لانه زي ما بنتكلم اهم حاجه ان يكون يعني النشء هم الاطفال المرحله التعليم الاساسيه يا احمد هي الاساس. طيب احنا بنتكلم كمان يا جمانة على قطاع بيمس كل بيت في مصر طبعا. هنا لا استثني، لان ما عندناش بيت ما فيهوش طالب على الاقل في التعليم قبل الجامعي او التعليم الاساسي، فالاهتمام بالنشء كان امر ضروري جدا. خلينا نروح لملف اخر وهو ملف ثقافة الطفل، لأن ما فيش شك أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على عدد من يعني الموضوعات اللي بتضيف لرصيد العمل الثقافي للطفل في مصر، وإضافة العديد من المشروعات والأنشطة والمبادرات والمسابقات المحفزة لإبداع الطفل المصري. صحيح، يمكن طبعا موضوع مهم جدا، وخلينا نروح مع حضراتكم في قراءة وفية عن التنمية الثقافية للطفل المصري. معانا على التليفون الأستاذ محمد ناصر رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لثقافة الطفل، موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ويعني كل سنة وحضرتك طيب. صباح النور استاذ جمانة، اهلا بك استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ. فعلا زي ما حضرتك، صباح النور، زي ما حضرتك فعلا يعني ملف في منتهى الاهميه، لان في الحقيقه هو ملف المستقبل. طبعا. يعني الروح، يعني الحاضر بفرحه ولادنا ورؤيتنا ان هم في رؤيه مكتمله لثقافتهم وتعليمهم وتنميتهم، وهم هيبقوا ايه في المستقبل، فهم اللي هيشيلوا البلد بعد فتره من الفترات يعني. استاذ محمد، يمكن احنا في المداخله السابقه كنا بنتكلم عن ملف التعليم والمناهج والمعلمين في، لو هنتكلم تحديدا عن المراحل او مراحل التعليم الاساسي بالنسبه للاطفال، بس الثقافه شيء مختلف، والثقافة ثقافة الطفل تحديدا تتطلب وضع خطة واستراتيجية واضحة عشان نهتم بملف التوعية الثقافية للطفل المصري. يمكن دي نقطة مهمة، لأنه ممكن يبقى عندنا أطفال تلقي التعليم كويس، أو زي ما كنا بنسمع قبل كده بيحفظوا صحيح المناهج، بس أن يكون عندي طفل على قدر من الوعي حسب سنه طبعا، ويكون طفل مثقف أيضا حسب سنه، دي نقطة مهمة جدا. وما اعتقدش انه كان على مدار سنين كتير جدا كان فيه اهتمام بالنقطة دي. ايه اللي حصل؟ الدولة المصرية عملت ايه عشان تقدر انها تستهدف هذه النقطة تحديدا؟ والله حضرتك اشرت لمنطقة مهمة جدا، وهو اول حاجة العمل استراتيجية برؤية، ولما يبقى في عمل استراتيجية وهيبقى في رؤية، معنى كده ان في اهداف في نهاية المطاف او في نهاية النفق انت عايزه توصلي للهدف ده، فطالما هتوصلي الهدف ده فانت بتاخدي له مجموعه من الاجراءات. اول حاجه الوزاره الثقافه كل بتشتغل على مجموعه من الاهداف، واحنا في المركز القومي لثقافه الطفل والمتعاملين مع الطفل في مجموعه من الاهداف تم العمل عليها، زي مثلا تطوير المؤسسي الخاص بما يجب ان يستخدمه او يتعامل معه الطفل، وهو ده هدف من الاهداف المهمه جدا اللي الدوله شغاله عليها. رقم اثنين بناء الانسان المصري بقى، هو بناء الطفل نفسه. صحيح. من خلال زي ما حضرتك قلت حكايه المسابقات، دعم ورعايه المواهب، العداله الثقافيه الى اخره، اللي هي مش في مجموعه برامج مرتبطه بكل هدف من الاهداف. من الاهداف برضه المهمه الهدف الرابع اللي عندنا هو صناعة، يعني دعم ورعاية الصناعات الثقافية المرتبطة أيضا بالكبار وأيضا المرتبطة بالأطفال. لو أخذنا كل هدف من الأهداف دول وقلنا إيه ممكن يتعمل فيه على سبيل المثال، فهنلاقي إن وزارة الثقافة ككل في مجموعة من الأبنية التحتية أو المشاريع الاستثمارية اللي بدأت تتعمل للأطفال في كل الجهات. هاخد مثال على سبيل المثال المركز القومي لثقافة الطفل. احنا عندنا الحديقه الثقافيه تم انشائها من سنه 92،
ولم يطلها في الحقيقه يد تطوير لغايه صحيح. سنه 18 كان قبلها انا عارف وانا كنت متولي اماكن اخرى كان دايما بينزل لها برضك رؤى وخطط علشان أستاذ تتطور. استاذ محمد استاذ محمد واحنا بنتكلم لان يعني ملموس ويعني كلنا نرى رؤى العين ما تم رفع كفاءته وما تم ايضا بناؤه فيما يخص دور الثقافة والأبنية الثقافية اللي كانت مهملة وخاوية لعشرات من السنوات، ما كانش في أي تطوير بيحصل فيها، ما كانش عندنا مباني، ومن كتر إغلاق هذه المباني تهلكت، يعني حتى كمان لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة بيها، ويعني نقدر نقول تعظيم الاستفادة بيها من خلال العائد المباشر من ثقافة الطفل. ودكتورة نيفين الكيلاني مشكورة وزيرة الثقافة خلال مؤتمر حكاية وطن عرضت ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع في كل محافظات مصر وقراها تحديدا، لأن أنتم موجودين بشكل مباشر في قرى حياة كريمة. لكن سؤالي هنا لحضرتك عن المحتوى الذي يقدم داخل قصور الثقافة وبيوت الثقافة، هل هو محتوى يتماشى مع المتغيرات ويستقطب الطفل؟ تمام، أنا هبدأ حضرتك من مجموعة ما تم الأطفال فكرة المحتوى نفسها. نعم. على سبيل المثال لأول مرة لأول مرة في أي دولة من دول المنطقة يتم إصدار قرار بإنشاء جائزة للدولة وهي جائزة الدولة للمبدع الصغير. نعم. جائزة الدولة للمبدع الصغير. مقامة تحت رعاية السيد انتصار السيسي. نعم، وهي تقام تحت رعاية مباشرة للسيدة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية. نعم. وصادرة بقرار وقانون، يعني هي انضمت إلى مجموعة جوائز الدولة الكبيرة، ودي في الحقيقة عاملة طفرة مش عايز أقول لحضرتك عند الأطفال وأولياء الأمور، وعاملة حالة جديدة جدا لأن بيفوز حوالي 32 طفل. وبنسعى في وزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الأطفال اللي حصلوا على هذه الجائزة يكون لهم حافز ثقافي وفني وابتكاري زي بالضبط الحافز الرياضي. ومعالي وزير الثقافه ارسلت لمعالي وزير التربيه والتعليم وبيدرسوا الامر. اذا انت عامل رؤيه متكامله لجائزه بتعمل لها حاله من الرعايه، مش الطفل بقى هنا مش بيحصل على الجائزه بس، لا ده احنا كمان بنعمل له في قرار وجارب ان كل جهه مسؤوله عن حاجه من الحاجات. على سبيل المثال في المركز القومي للطفل احنا مسؤولين عن الدعم ورعاية الموهبة الأدبية بإصدار سلاسل كتب اللي فاتوا، والولاد اللي هم اللي بيرسموا فايزين في الرسم هم نفسهم اللي فايزين في اللي بيرسموا للأولاد اللي فايزين في الأداء. مش بيتوقف الأمر على كده بس، لا ده احنا في بنتابع الأولاد اللي هم اللي فايزين دول واللي مش فايزين دول، وبنتقدم لهم في جوائز العالمية كمان. يعني احنا السنة دي معانا زوز خفلسة مكرمة طفلة فايزه بجائزه ايذاك العالميه، ودي جائزه مهمه جدا. وفي عندنا في نفس السنه دي فايز ثلاث اولاد كمان من جائزه سفير الثقافه الصيني، وفي اولاد فايزين في اذربيجان. اذا ملف المسابقات اللي هو اللي موجود والجوائز اللي موجوده في مصر الامر مش بيتطلب ان انت تكتشف الطفل وتسيبه، لا دي رقم واحد. رقم اثنين، في خلال مثلا لو خدنا نموذج المركز القومي لثقافه الطفل ما تم انتاجه مثلا من كتب على مدار تاريخه من حوالي 40 سنه حوالي 666 كتاب. ما تم انتاجه في العشر سنين اللي فاتوا ده ما يقرب من 45% مما تم انتاجه على مدار 40 سنه. اذا في حاله طفره من انتاج الكتب اللي هي للاطفال، بالاضافه كمان ان هي كتب صنفت الى مجموعه من السلاسل علشان توصل للطفل ويتم نشر الكتب اللي هي مش متاحه. زي مثلا بقى في سلسله روايه الدافعين، في سلسله روايه المسرح، في الى اخره. في برضك عندنا حاجه مهمه جدا من الحاجات اللي موجوده، ان في تم التوسع في عمل الفرق الخاصه للاطفال، يعني مثلا الهيئه العامه لاصول الثقافه عندها فرق متعدده ومتنوعه في قرار الاطفال والفنون الشعبيه الى اخره. المركز القومي للثقافه ما كانش عنده فرق في الفتره اللي فاتت دي غير ان احنا بنعمله مجموعه من المسرحيات وخلاص، بقى عنده دلوقتي سبع فرق مختلفه. في ملف مهم جدا تم ادراجه على قائمه الشؤون العاجل وهو مجموعه التراث غير المادي، ان الوزاره في الحقيقه اشتغلت عليه على اساس يتم الاحتفاظ بمفرداتنا الثقافيه اللي بعض الدول كانت عايزه تطمع فيها وتاخدها زي الاراغوز مثلا.
وزي خيال الظل. من ساعة صدور اليونسكو قراره بالسون العاجل للأرجوز عام 2018 ما كانش فيه غير 8 لاعبين. احنا دلوقتي الحمد لله بقى في غير الثمانية دول انتجنا يعني باللفظ كده حوالي 50 لاعب اخر. ال 50 لاعب اخر دول يقدروا يشيلوا كمان مصر لمدة 50 سنة قدام، بالاضافة ان احنا كل سنة في خطة ننتج ما يقرب من حوالي 25 ل 50 لاعب. ال 50 لاعب دول خلاص يعني انت ده فن من الفنون اللي كانت هتندثر وانت بتلحقها. فالوزارة في الحقيقة الشغل طبعا بكل تأكيد يعني الحقيقة يا استاذ محمد يعني كل النقاط اللي حضرتك تحدثت فيها من مجهودات بذلت في هذا الملف تحديدا وخطوات تم اتخاذها في هذا الملف تحديدا هي خطوات تحترم بكل تأكيد. أتمنى كمان يبقى في فعاليات وأنشطة أكبر للأطفال، وأتمنى كمان يبقى حتى طرق استقطاب الأطفال تكون متقدمة، لأنه الأجيال دلوقتي يا فندم يعني أعتقد ما بقتش زي ما إحنا كنا متعودين زمان، بقت منفتحة بشكل أكبر وبقى فيه كمان عوامل جذب كتيرة جدا والدنيا تقدمت بشكل كبير جدا. فلازم حتى لو تقديم الأراجوز أو ما إلى ذلك من عوامل أو بشكل مختلف. التراث الخاص بينا يكون بتقديمه بشكل متقدم ومختلف ويجذب كمان مش بس الأطفال المصريين لكن كمان يجذب أطفال العالم. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي للثقافة. أعتقد الأراجوز تحديدا يعني ممكن يتم تقديمه كما هو في الريف والقرى، لكن لما بتكلم في الحضر والمدن اللي أنا أقدم فن الأراجوز بشكله التقليدي سواء كان البوكس أو الصندوق اللي فيه الأراجوز بيلعب ده، أعتقد مش هيكون مصدر جذب للأطفال، لأن النهاردة بنشوف الطفل عنده سنتين وبيدخل على اليوتيوب وبينفتح على العالم كله وهو لسه أصلا ما خدش أبجديات اللغة ولا العربية. والله ولا حتى أطفال ريف والقرى، حتى أطفال ريف والقرى يا أحمد عادي متطلعين وفي تليفونات على فكره وفي وبنتفرج وبنشوف يعني لا موجود حقيقي. الموضوع اختلف تماما عن زمان، فبقت الحاجات اللي كانت بتلفت انتباهنا واحنا صغيرين ما بقتش هي خالص نفس الحاجات اللي بتلفت تقريبا انتباه. مع الجيل الحالي احنا ما كناش صغيرين الايه؟ ما كناش صغيرين مع الجيل الحالي اللي احنا بنشوفه النهارده ده يعني او لسه صغيرين او غالبا احنا اللي لسه هنبقى صغيرين. يعني نطلع فاصل يا ريت شادي نطلع دلوقتي فاصل، لكن حلقتنا مستمره مع حضراتكم حتى العاشرة صباحا انتظرونا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ومنتخب مصر لكرة القدم للصم خسر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 4-1 في نصف نهائي كأس العالم اللي بتقام في ماليزيا، وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1، وتم اللجوء للوقت الإضافي لحسم المتأهل للمباراة النهائية واللي انتهى بفوز وتأهل اليابان. فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نادي فاب الكاميروني بنتيجة 31-29 في إطار دور ربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية واللي بتستضيفها الكونغو، وبكده بيتأهل الفريق لنصف النهائي. أميرة أبو شوقة لاعبة منتخب الرماية والنائبة البرلمانية نجحت في حصد الميدالية الذهبية خلال منافسات الأسكات السيدات، وده ببطولة أفريقيا للرماية والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأهلت أميرة أبو شوقة إلى أولمبياد باريس 2024. وحقق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوز مستحق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024. كمان حقق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. كمان نادي برشلونة الإسباني حقق فوز مهم على فريق بورتو بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب إدراجاو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. فريق بروسيا دورتموند الألماني اتعادل مع اي سي ميلان الإيطالي سلبيا خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سيجنال بارك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة أبطال أوروبا للموسم الحالي. خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. في الحقيقة يعني هنروح لموضوع آخر
من الموضوعات الهامة اللي أصبحت حديث وشغل شاغل الكثير من يعني البشر بقى في دول العالم، مش هقول المصريين، لأن شركة ميتا بتدرس دلوقتي طرح تطبيقات إنستغرام وفيسبوك في بعض الدول دون إعلانات، وده هيكون مقابل اشتراك أو رسم مادي حوالي 17 دولار. صحيح يا أحمد، كمان بقى الشركة قررت أنها تمنح العلامة الزرقاء أو الفيريفيكيشن للمشتركين الراغبين في توثيق حساباتهم بمقابل اشتراك شهري، وهنا في مصر الاشتراك قيمته حوالي 300 جنيه. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم عليكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير يا حضرتك. قبل ما نتكلم عن سياسة ميتا الجديدة وفرض رسوم مقابل إنه ما يكونش فيه إعلانات، احنا شفنا بالمناسبة أبليكيشنز غير فيسبوك أو إنستغرام طبقت فعلا الفكرة دي، حاجات ليها علاقة بالأبليكيشنز اللي بيبقى عليها أغاني أو بس خلينا نتكلم على فكرة إنه يبقى فيه توثيق بمقابل مادي. يعني كان أصلا التوثيق قبل كده كان صعب أساسا، ما كانش سهل، وكان لازم يبقى فيه أوراق ثبوتية كتير، وكان لازم يبقى فيه ليه كذا خطوة كانتش سهلة يعني. بس إنه فكرة إن دلوقتي يتم التوثيق بمبلغ ويعتبر مش كبير للشخص اللي حابب يوثق حسابه أو مهم بالنسبة له، أعتقد خلى الموضوع يبقى أسهل. ومتهيألي أنا مش عارفة، عايزة أعرف رأي حضرتك فيه. هو زي ما حضرتك قلتي في الاول، فعلا كان عمليه التوثيق دي كانت بتاخد خطوات كتيره جدا، وفي الاخر كان يجي يقول لك لم يتم الوصول الى الحد الادنى للقبول، من غير ما يقول لك حصل ناقص نقطه كذا او ناقص ايتم كذا. تقريبا من شهر 4 اللي فات اعلن اللي هو على غرار الشركه السوشيال ميديا المنافسه انه هيخلي الاشتراك التوثيق بمبلغ شهري، بس هو حط طبعا مجموعة من التأييدات شوية علشان ما يبقاش الموضوع مفتوح، لأن ممكن يتسيء استخدامه إن أي حد يعمل أكاونت باسم أي جهة أو أي شركة وبعدين يعمل لها توثيق. فخليها مقتصرة في الفترة الحالية على الحسابات فقط وليس على الصفحات، يعني الأكاونتات وليس البيج. أي حد عنده بيج يحاول يعمل لها بالطريقة الجديدة ديت مش هيلاقي الطريقة أصلا. وكان قايل في شهر أبريل اللي فات إن هبدأ أدخل الدول تباعا دولة دولة. إحنا تقريبا في مصر كنا في نص 9، من 15/9 حتى الآن بدأت الشعب المصري اللي عامل اكونتات على السوشيال ميديا بدات تجيله رساله كده ان الان اصبح التوثيق متاح من خلال ضغط على لينك، ومن ضغط على لينك ديت بدا يقول له الاشتراك حوالي 300 جنيه مبلغ شهري، وبيدفعوا باكتر من طريقه. اللي ما عندوش كريدت كارد او ديبت كارد بيعمل الكارت الافتراضي من المحافظ الالكترونيه اللي موجوده عندنا في السوق المصري، وبياخد الكارت ويحط بياناته، بيطلب منه شوية توثيق بس، بيقول ان دي صورتك وهل ده اسمك، وبعد كده بيطلب منه صورة من الرخصة او صورة من جواز السفر، بس ما تبقاش صورة كده بطاقة الهوية. الصورة الغرض منها عايز يتأكد ان ما يكونش كمان على خلفية زي ارضية معينة عشان يتأكد ان صورة حقيقية مش معمول بها فوتوشوب، ان على اساس حد يعني معدل فيها يعني. وبيقول خلال 40 دقيقة بتتم عملية 48 ساعة بتتم عملية التوثيق، وانا حتى جربتها عشان خاطر حبيت اخد التجربة ديت، لقيته بعد 40 دقيقة قال لي كده تمام والاوثنتيكيشن تم، وطبق شوية رول اللي هو خرجني من كل الاجهزة اللي انا كنت متصل بيها وعشان تخش من اول وجديد، مع قال لي بقى خلي بالك انت لو حبيت تغير صوتك انا هعيد التوثيق من اول وجديد، لو حبيت تفتح من جهاز جديد هتأكد ان انت صاحب الجهاز، لان انت بقيت ليك شوية مميزات عندنا بعد عملية التوثيق ديت. طيب باشمهندس، يعني يبدو ان احنا في مرحله والعالم كله يتجه الى عدم مجانيه اي شيء. لما تعلن شركه ميتا ان هيكون بعض التطبيقات الخاصه بالسوشيال ميديا التابعه ليها هتبقى بمقابل 17 دولار علشان تقدر ان انت تستفيد بهذه الخدمه دون اعلانات، هل ده بيفرق او هل ده هيفرق مع المستخدمين اصلا؟ يعني هل ممكن يبقى في قبول ورغبه من الكثيرين بدفع المقابل عشان ما اشوفش الاعلانات؟ بالفعل في عدد كبير جدا مهم ان هو ما يجيلهوش الفواصل الاعلانيه ديت. لو بيدور او بيتفرج على كونتنت معين، في ناس الفاصل ده ممكن بيعمل لها انفصال ذهني عن اللي كان بتتابعه عن المحتوى اللي بيبقى. وفي ناس حتى في الفعل كان بتبدا تنزل تول او برامج بتمنع الاعلان ده، كان بس بشكل مؤقت مده زمنيه شهر او شهرين، وبعدين ترجع تجيب برنامج تاني لغايه لما اعلنوا عن الخدمه ديت.
في ناس قد تشوف ما شايفه المبلغ دوت مبلغ بسيط قصاد ان هو يتجنب مشاهده الفواصل ديت، وفي ناس هتتفضل ان هي تحتفظ بالفواصل لو شافت المبلغ ده مبلغ كبير بالنسبه لها، خصوصا ان المبالغ دي بتبقى شهريه، ما احنا مش بنتكلم في مبلغ بيدفع سنوي او بيدفع حتى مره واحده. حتى برضو موضوع الفيريفيكيشن دوت ب 300 جنيه كل شهر برضو. ده على الاكونت الواحد او على الحساب الواحد. يعني لو انا عندي حساب فيسبوك وانستجرام اعتقد ان انا بيبقى الرقم او المبلغ بس هو حاليا يعني. لسه ما فتحش كمان التوثيق في الانستجرام في مصر، هو فتح بس الفيسبوك اكاونت. التوثيق الانستجرام في مصر فتح، انا جربته اللي هو مبلغ ال 300 انا جربته ودخل. ده هو دلوقتي اصبح كمان الموضوع في عرض معمول ان انت لو هتوثق بال 300 جنيه لو الاثنين اكاونت الفيسبوك والانستجرام بيبقى ب 500 تقريبا بدل 600 حاجه كده يعني. وكمان مجاني معاه الاكاونت اللي هو ثريد، لو اي حاجه حضرتك بتعملها في انستجرام بيورثها ثريد على طول. لو اخذت العلامه في الانستجرام تلاقي نفسك واخدها في ثريد. طيب برضو تابعنا انه شركة ميتا مؤخرا شايفين كده في بعض المناوشات بينها وبين الاتحاد الاوروبي، ويمكن شركة ميتا كمان هددت انها ممكن تخرج بره الاتحاد الاوروبي لو منعوها من هي تنقل بيانات المستخدمين لامريكا. انا عايز اعرف من حضرتك فكرة نقل بيانات المستخدمين، هو لو احنا فكرنا فيها كده بعقلنا هو طبيعي ان اي حد يرفض اصلا، بس ايه الفكره وايه المغزى من القصه دي؟ هقول لحضرتك، هو بالنسبه للدول في الفتره الحاليه بتبص على بيانات المقيمين جواها انها دي بيانات قوميه. فانا لما اكون عندي برنامج سوشيال ميديا شبه ميتا فالمقر بتاعه في السيليكون فالي في الولايات المتحده في كاليفورنيا، الدوله الاوروبيه شايفه ان بيانات كل من بيستخدم التطبيق بتذهب الى السيرفر هناك في دوله تانية. فدايما كانت في نزاع مع الشركات العالميه، مش الشركه دي بالذات، بتطلب ان يبقى السيرفر او المكان اللي بيحتفظ بيه الداتا بما يخص الاوروبيين موجود جوه اوروبا، جوه اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي. ودايما حتى يعني في دوله معينه ايرلندا هي المختصه بما يخص موضوع تكنولوجيا المعلومات والسيرفرات الخاصه بالموضوع ده. فدايما بيبقى في النزاع ما بين الدوله وما بين الشركه العالميه في الداتا بتاعتي ما تطلعش في مكان تاني. انا ما اعرفش انت لما تطلعها في دوله تانية ايا كان علاقتي بالدوله التانية دي انت بتعمل ايه بالداتا ديت. الداتا ديت لما تتبص عليها بشكل اجمالي على مستوى كل المستخدمين، لا، في معلومات هو بيستنتجها، المعلومات ديت ما بتبقاش موجوده مع الدوله ذات نفسها. فعشان كده دايما تلاقي الصين واخده نفس الموضوع، الولايات المتحده مع برنامج التيك توك نفس الموضوع، روسيا برضه بتاخد نفس الموضوع. فتبقى عن دوله دوله بتبدا تخش روسيا اعتقد عندها المنصه الخاصه بيها، مظبوط. ما هو كل دوله بتبدا تعمل اقتراح. الصين قالت انا مش عايزه البرامج الامريكيه دي كلها، هعمل برامج بديله جوه تشتغل جوه الصين بس. روسيا قالت انا هعمل حاجه شبيهه للفيسبوك. وكمان بقى يعني ما بين الطريقتين دول او الحلين دول معظم الدول بيمشي على الطريق دوت يعني. كان في قرار للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي أعتقد في شهر يوليو الماضي أكدت فيه أن شركة ميتا يجب أن تحصل على يعني زي نقول موافقة أولية قبل عرض الإعلانات. هل هو ده سبب رئيسي من أسباب لجوء ميتا لفرض رسوم لاستخدام هذه المنصة دون إعلانات؟ لا، هي دايما بتاخد الفيدباك من المستخدمين. لو اي حد مثلا حاجه مضايقاه بيقوم جاي يتاخر على التقرير يقول مثلا انا بشاهد اعلانات كتير، فبيجي لها فيدباك من على مستوى المستخدمين ان هم بيطالبوا مثلا بتحت او تحت مبلغ مالي او تحت اداء ان انا اتخلص من مشاهده الاعلان. زي بالظبط لما هو لاحظ ان في ناس كتيره جدا حابه تاخد علامه التوثيق وهي مش محدده الحدود اللي كانت حطها شركه ميتا، فاقترحت موضوع المبلغ المالي. طبعا هو بالنسبه لها كان اقتراح رائع لان بيحصل على مبلغ مالي كبير جدا لما بنتكلم على مستوى مستخدمين العالم كله، بتضرب الرقم دوت في كل شهر، فتدفق نقدي. بس بمناسبه يا باشمهندس المبلغ المالي، يعني عذرا على المقاطعه، لان دلوقتي يقال وهو الشائع حاليا ان حتى الحاصل على علامات التوثيق الماضيه هيخضع للمبلغ المالي. هو في اكتر يعني في بعض الناس بالفعل تم حذف علامه التوثيق لديهم عشان يدفع فلوس. هو يمكن المشكله دي حصلت مع تويتر او مع اكس في حوالي من شهور، ولكن عالجها ان هو قال انا هرفع حدود القبول للعلامه المجانيه الى 1,000,000 متابع تقريبا. في المقابل اللي اقل من كده وحابب ياخد العلامه بمبلغ مادي هيتفضل، لكن اللي معاه اكتر من 1,000,000 متابع
لا هو ده كده كده ممكن ياخدها العلامه الفعليه مجانيه اصلا ده. يعني زي ما نقول رفع الشروط، رفع القيود لارقام كبيره عشان خاطر، لان كان ساعتها تكونت حركه اللي هي مع الخروج من المنصه ديت، لان ازاي ابقى انا واخد العلامه وبعدين تاخدها مني. فلما لقى الضغط الاعلامي وان الناس المشاهير العالميين حاصلين على العلامه ديت بدات تنسحب منهم، راح جاي حاطط الحل البديل. واعتقد ان برضو ان كل الشركات هتمشي على المنهج دوت، ان انا هرفع الشروط للعلام لمن يريد ياخد العلامه المجانيه لعدد ارقام تبين ان هو شخصيه مؤثره وديها له، وفي المقابل اللي معهوش الارقام ديت ممكن يدفع المبلغ المالي ده. يعني واضح انه الاول لما منصه تويتر بقت بعد كده بقت اكس ايلون ماسك طبعا بعد ما تولى كمان اداره الشركه، الاول كان في انتقادات كبيره جدا وواسعه جدا، دلوقتي بقوا بيسيروا على نفس الخطى، يمكن حتى بياخدوها زي نموذج كده او رول موديل زي ما بنقول ان هم بيمشوا عليه. طيب فكره التوثيق للحسابات بفلوس، شايف ان هي ممكن بعد فتره تفقد اهميه، يعني تفقد الحساب اهميته؟ يعني انا عن نفسي دلوقتي بقيت بشوف مثلا على الانستغرام حسابات كتير جدا موثقه ما كنتش بشوفها، لما ابتدي ادخل على الحساب واشوف ان هو موثق واشوفه ليه موثق بلاقي ما فيش، يعني مفيش اي حاجه تستدعي ان هذا الحساب يكون موثق بالفعل، عدد فولورز قليل، مفيش محتوى، مفيش اي حاجه. هو انا يعني اقتراحي انا الشخصي او تحليلي للموضوع ان ممكن يفرق ما بين نوع التوثيق. يعني ممكن التوثيق يقول مثلا ده توثيق مدفوع صحيح. وده توثيق مجاني. في المقابل الناس انا هستاذن حضرتك لان بس دلوقتي الساعه 9 وده ميعادنا مع موجز لاهم الانباء، هنرجع نكمل يعني الاجابه على سؤال جمانه لانها نقطه غايه في الاهميه فعاوزين نفرد لها مساحه اكبر، لكن نروح سريعا للمياء حامدين وموجز التاسعه. اتفضل يا لمياء. شكرا لك احمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حاجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوات الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973. وخلال جلسة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، شدد الرئيس السيسي على أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم موازين القوى العالمية، لا سيما الصراع بين القوى العظمى في العالم وقتها. ووجه الرئيس السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ولمدة 10 أيام. كانت الهيئة قد أعلنت التشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس. وأوضحت الهيئة أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين ينتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقد ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. أجرى المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر الكشف الطبي بمستشفى معهد نصر استعدادا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية. وخضع المهندس حازم عمر للكشف الطبي البدني والذهني بناء على القواعد التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. ومن المقرر أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانا بما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
أجرى المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، وأعلنت الحملة الانتخابية لزهران أن المرشح الرئاسي المحتمل سوف يستكمل الكشف الطبي السبت المقبل، ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي. وفي بيان لها قالت الخارجية البريطانية إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية. وأضافت أن موسكو سترغب حتما في تجنب إغراق سفن مدنية علنا، وستتهم كذبا أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم على حد تعبيرها. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من إجمالي 29 مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية دون تقديم مزيد من التفاصيل. في سياق متصل قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا. من ناحية أخرى كشفت مصادر حكومية في برلين أن ألمانيا لم ترفض رسميا الطلب الأوكراني للحصول على صواريخ كروز من تراستوروس، لكنها أعلنت أنها لن تقدم الصواريخ المطلوبة في المستقبل المنظور. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيلقي قريبا خطابا هاما بشأن أهمية دعم أوكرانيا، وقال بايدن إن من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن لديها وسائل أخرى يمكن استخدامها لدعم أوكرانيا، وأن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس ما زالوا يدعمون كييف. أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مادة تسونامي بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد. ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بالغت قوته حسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع بالقرب من جزيرة هيروشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كيلومتر إلى الجنوب من طوكيو. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع زمرائي. شكرا لك يا لميا. خلينا نكمل كلامنا مرة أخرى عن الإجراءات الجديدة من شركة ميتا مع المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات. أستاذ إسلام، واحنا بنتكلم قبل الفاصل أو عفوا قبل الموجز كنا بنتكلم عن فكرة أنه الحسابات اللي بيتم توثيقها دلوقتي وانتشار الحسابات الموثقة اللي ملهاش محتوى أو ملهاش هوية محددة، ده شوية ممكن يفقد فكرة إن توثيق الحسابات يعني أهميتها أو خصوصيتها. شايف حضرتك الموضوع ده إزاي؟ أنا أتفق مع حضرتك تماما في الموضوع، إن مجرد ما الشخص بقى بيدفع مع وجود شروط مبسطة جدا مجموعة من البوست أو مجموعة من المنشورات ومجموعة عدد صغير جدا من الفريندز بيلاقيه حصل على علامة التوثيق. المخوف كله ان الموضوع ممكن يدار بطريقه غير 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 سويه. اعتقد ان لما اكس عملت الموضوع دوت كانت كاي حد يعمل اي اكونت باسم اي جهه، حصلت بعض الحالات فعلا، فهم راعوا الموضوع ده، بس المراعاه ديت الغرض منها الحمايه اللي ما يحصلش حاجه شبه كده، ولكن بيفقد نسبيا قيمه التوثيق. فكنت متوقع يعني في الفتره الجايه ممكن يميزوا ما بين التوثيق المدفوع والتوثيق المجاني، بحيث ان التوثيق المجاني ده يعني له رونق تاني، لان اصبح ان عشان اعرف ان الشخص ده واخد على التوثيق مجاني يبقى الراجل ده محقق الرولز كلها ومعاه العدد المينيمم اللي هم كانوا طالبينه. بس انا اتفق مع حضرتك ان فعلا ان تبسيط الموضوع بالشكل دوت ممكن يقلل من قيمة، ولكن لو بصينا من ناحية الشركة ذات نفسها فهو بيحقق لها تدفق مالي رهيب كل شهر أو كل فترة. طيب
خلينا نتكلم يا باشمهندس اسلام بقى على يعني نستغل وجود حضرتك برضو نتكلم على الثغرات. ايه هي الثغرات اللي موجوده في العلامه الزرقاء؟ هو مش ثغرات، يعتبر هو يعني بمجرد ما الشخص ياخد العلامه التوثيق بيحط له بيبعت له كده شويه نوتيفيكيشن ان خلي بالك ما ينفعش تفتح من جهاز تاني الا لما تاخد علامه تاخد شويه ابروف. لو غيرت صورتك انا هشيل العلامه ديت عشان انت ممكن تحط صوره اي حد تاني مش صورتك، فبالتالي يحصل مشكله. الحاجه الثالثه الناس ما تقدرش تغير صورها مجرد طالما وثقت، يعني مجرد التوثيق او ما تغير صورتك يقول لك خلي بالك انا هشيل علامه الصح لغايه ما ري ايفالويت الصوره ديت هل فعلا الصوره دي ثانيه ولا لا، ما انت ممكن تعمل تبصيق وبعدين تحط صوره شخص ثاني. فهو الخطوه ما بياخدش 20 دقيقه، لو حط دخل عمل كده 20 دقيقه ويلاقيه يقول فعلا دي صورتك وانا هرجع لك العلامه، بس من لحظه خلال الفتره ديت بتلاقي العلامه اتسحبت منك لان هو لسه ما تاكدش ان دي صوره الشخص يعني. برضه نفس الكلام في موضوع الكفر، برضه الكفر فوتو برضه بيعمل لها نفس البوليسي ديت ده على الفيسبوك بقى الكلام ده كله على بس هي نفس البوليسي بيطبقها على الانستجرام وبيطبقها على ثريد وبيطبقها على الفيسبوك. ان اي تغيير في اي معلومات الاساسيه بالنسبه له الاسم الصوره وصوره الكفر، اي تغيير في الثلاثه دول بشيل العلامه لغايه ما ري ايفالويت من الاول وجديد. وده بيحصل في الحسابات الموثقه حتى من قبل كده؟ كان فعلا يعني كان لو حد مثلا موبايله اتفقد منه لاي سبب من الاسباب ويجي يفتح يشتري موبايل جديد او بيجيب موبايل جديد فيلاقي الفيسبوك وقفل الاكونت لان لقى جهاز غريب داخل يفتح اكونت ذو فاليديتد او ذو اوثنتيكيشن لغايه ما يخش يكلم السبورت عشان خاطر يقول لهم انا اخذت جهاز جديد او بنقل او موبايلي بغيره نتيجه سبب مأساة. في نقطه الصوره دي تحديدا لان من ضمن الشروط اللي بتكون موجوده للتوثيق هو فكره تطابق الصوره اللي موجوده على الفيسبوك وانستجرام. فهل لو انا غيرتها دلوقتي على الفيسبوك بعد الحصول على التوثيق لابد من تغييرها ايضا على باقي الاكونتات ولا خلاص؟ لا هو بيقارن الصوره بالصوره بتاعت المستند اللي حضرتك رفعته اللي هو سواء الرخصه او الباسبور. مش بيقارن يعني مش لازم اعمل الاثنين مش على لازم نفس اغير نفس الحساب بنفس الصوره. هو بس الصوره الجديده دي هل هي نفس الصوره الموجوده في الرخصه او في الباسبور اللي هو كنت مقدمه ولا لا؟ طبعا هو برضه هو في الفيسبوك حاليا موقف عمليه ان انت تعمل اوثنتيكيشن بفلوس للصفحات او للمنتجات. الصفحات الشخصيه فقط، الاكونتات الشخصيه فقط هي اللي بتتعمل لها كده، اي حد عنده شركه او منتج ياخده يعمل له فيريفيكيشن بفلوس؟ لا. بيقول له اصلا ممنوع لاننا هحتاج بقى سجل وشويه دوكيومنتيشن تجاريه شويه. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر المهندس اسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، بشكرك على كل هذه المعلومات يا فندم. شكرا ليك يا فندم. شكرا لك يا باشمهندس اسلام. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل سريع ولسه مستمرين معاكم حتى العاشره صباحا، انتظرونا. نرحب بحضراتكم مره ثانيه، وزي ما يعني خلاص بدانا احتفالاتنا بذكرى الخمسين على مرور حرب أكتوبر المجيدة، هذه الملحمة التاريخية مش بس فكرة استرداد كرامة العرب، مش بس المصريين واسترداد أرضنا، لكن هي الفكرة أنه في دروس كتير جدا خرجنا منها من هذا أو من هذه الحرب المجيدة. طبعا بحنا بنتكلم على انتصارات حرب أكتوبر 73 وأهمها وعلى رأسها الروح اللي عاشها المصريين في هذه الفترة، الاصطفاف خلف القيادة المصرية والقوات المسلحة والإرادة القوية لمواجهة العدو الإسرائيلي والانتصار عليه حتى في أحلك الأوقات يا أحمد. صحيح زي ما قلت يا جمانة، فكرة استحضار روح أكتوبر، لأنه إحنا بنتكلم على روح أكتوبر دي هو البطل الحقيقي في الانتصار في هذه المعركة الشعب. وهنا لما بنتكلم شعب، ما هو طبيعي القوات المسلحه هي جزء من هذا الشعب، لان ما فيش بيت في مصر ما فيهوش مقاتل ولا جندي من جنود وضباط القوات المسلحه. في ذكرى مرور 50 عام من الانتصار، خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الدروس المستفاده من حرب اكتوبر 73 والرسائل الهامه ايضا للشباب لاستحضار روح اكتوبر لبناء الجمهورية الجديدة. كل ده هنتعرف عليه من خلال ضيفنا في الاستوديو اللواء دكتور أحمد يوسف قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبين والشعب المصري كله طيب والقوات المسلحة المصرية الباسلة طيبة في هذه الذكرى العطرة. واسمحوا لي في الأول إن أنا أبدأ بتقديم أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء حرب أكتوبر ولكل من شارك
في التخطيط والتنفيذ لهذه لهذا الانتصار العظيم. يعني هي كانت بداية للأمن والأمان اللي احنا بننعم فيه النهاردة، وهو ده الامتداد اللي حصل من يعني التضحيات اللي بذلها أبناء القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وامتدت أيضا بتضحيات للانتصار على معركة الإرهاب اللي كانت بتواجهها مصر وحدها نيابة عن دول المنطقة تحديدا. لكن سيادة اللواء، لو هنتكلم على دروس مستفادة، خلينا هنا نتكلم على أن التخطيط للحرب كان ليه شقين، شق سياسي وشق عسكري. تحب نبدأ من أي شق فيهم؟ نبدأ بالشق هو احنا بنقول عليه شق سياسي عسكري. نعم، الشق السياسي العسكري ده الحقيقة كان له أربع مسارات. المسار الأول كان مسار تفاوضي سياسي تفاوضي لاسترجاع الأرض المحتلة بطرق سلمية، وده ليه نقاط كثيرة وليه هنتكلم فيها. المسار الثاني كان استعادة الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة وإعادة بناء القوات المسلحة بعد 67. نعم. المسار الثالث كان دفاع نشط مستمر، اللي هو كنا احنا بنسميه او ما زلنا بنسميه حرب الاستنزاف. المسار الرابع او الاتجاه الرابع كان تهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي لقبول قرار الحرب بعد ما فشلت كل الجهود السياسية. لو بدأنا بالمسار الأول اللي هو المسار السياسي التفاوضي لاستعادة الأرض المحتلة بطرق سلمية، هذا المسار بذل فيه القيادة السياسية المصرية في عهد الزعيم الراحل كمال عبد الناصر، ثم بعد كده في عهد الزعيم الراحل أنور السادات، مساعي سياسية ومعركة دبلوماسية استمرت فترة طويلة جدا جدا في محاولة جاهدة لتجنب الحرب، ويعني بقى مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع رؤساء دول لهم ثقل سياسي دولا، بتكلم على المستوى الدولي دلوقتي. لكن الحقيقة يعني كل هذه الجهود تعثرت نتيجة يعني تعنت الجانب الأمريكي من ناحية، والصلف والغرور الزائف للجانب الإسرائيلي من ناحية أخرى. الجهود كلها باختصار يعني لم تؤتي بثمرها، وكان قرار الحرب هو القرار الحتمي الضروري في لاسترجاع الأرض المحتلة. المسار الثاني كان مسار استعادة الروح القتالية لأفراد أكتوبر بعد 67 وإعادة بناء القوات المسلحة. الحقيقة دي يعني مرحلة مهمة جدا، وبذل فيها الرئيس عبد الناصر مجرد ما انتهت الحرب بدأ يعيد بناء القوات المسلحة ويزيل آثار الهزيمة عشان يستعيد الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة واستعادة الثقة في كفاءتهم القتالية. دي مرت بإجراءات كثيرة وجهود كثيرة وإلى آخره، لكن أهم ما فيها كان بناء القوات المسلحة. إعادة بناء القوات المسلحة دي كان ليها يعني مراحل كثيرة في الوصول إلى ما وصل إليه الجيش المصري يعني قبل الدخول في حرب 73، وطبعا كمل على الجهود بتاع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رئيس أنور السادات. كان طبعا الاتجاه للكتلة الشرقية لاستيراد او عقد صفقات خاصه بالتسليح، لان طبعا كان في يعني حاله عزوف من الكتله الغربيه بقياده الولايات المتحده الامريكيه عن انها تدي لمصر اي اسلحه، وكان في بذل الرئيس جمال عبد الناصر من خلال يعني شخصيته وصداقته بالجانب في هذا التوقيت الاتحاد السوفيتي، ونجح في يعني استجلاب صفقات اسلحه عديدة ومتطورة. والحقيقة يعني الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت وقف بجانب مصر وقفة قوية، وكان في معاهدة الصداقة وإلى آخره، وكان صفقات التسليح يعني بنسبة كبيرة نقدر نقول إنها كانت طبقا لما تم طلبه، عدا إن يعني برضو كان في طبعا توجه من القوتين الأعظم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إن يعني برضو ما يبقاش في أسلحة هجومية
للجيش المصري. كان الجيش المصري بنطلب والقيادة السياسية والقيادة بتطلب أسلحة هجومية. فكانت الأسلحة الهجومية عليها بعض القيود، لكن الأسلحة الدفاعية والذخائر وإلى آخره الحقيقة يعني الجانب السوفيتي مدينا بيها بشكل كويس، ويعني بنشكرهم يعني على هذا. ده على المستوى صفقات التسليح ومنظومات التسليح المتطورة اللي ساهمت في إعادة بناء القوات المسلحة. على الجانب الآخر كان بقى في منظومات بتتم لتطوير القوات المسلحة من الداخل، سواء من ناحية الكم أو الكيف. نقول إن مثلا على سبيل المثال تم استحداث قيادة الدفاع الجوي، ما كانش موجودة قيادة منفصلة للدفاع الجوي، بقى في قيادة للدفاع الجوي، قيادة للجيش الثاني الميداني، قيادة للجيش الثالث الميداني، استحداث قيادات لمناطق عسكرية جديدة عشان السيطرة على القوات المسلحة والسيطرة على خطة الفتح الاستراتيجي اللي بتتم في هذا المجال. لأن طبعا زي ما احنا عارفين القدس مش كلها متمركزة في مكان واحد، متمركزة على اتجاهات الاستراتيجية بتاعت القوات المسلحة، ثم بيعاد تمركزها في قبل الحرب من خلال حاجة اسمها خطة فتح استراتيجي، فدي عشان يتم السيطرة عليها بشكل جيد. فتم استحداث قيادات تعبوية جديدة، واستمر بقى التحديث للقوات المسلحة واستعادة الكفاءة القتالية ليها وتطويرها حتى دخول القوات المسلحة والجيش المصري في حرب 73. المسار الثالث كان اللي هو الدفاع النشط المستمر، ودي كانت حرب الاستنزاف اللي هي كانت من بعد 67 وحتى عام 70، ودي الحقيقة كانت فيها دروس كثيرة وفيها يعني نتائج إيجابية كثيرة على القوات المسلحة وعلى أفراد القوات المسلحة، لأن دي زي ما بنقول عليها تطعيم للمعركة، كسر حاجز الخوف، انك انت تقاتل عدو كل يومين ثلاثة وتطلع تشتغل وتقصر رفع الروح المعنوية برضو. بلا شك 67 وعمليات ما بقول لحضرتك كانت على المستوى المادي والمعنوي. المستوى المعنوي زي ما حضرتك بتفضلتي وقلتي استعادة الثقة في الفرد المقاتل، صحيح ان هو بدأ بقى يقول لك لا العدو الاسرائيلي ده ما هوش يعني زي ما بيقال عنه العدو الذي لا يقهر ولا لا، ده عندنا افراد وضباط صاعقة. كان في عمليات فردية في عمليات 67 لا حصر لها. 67 دي يعني من الـ يعني نقول الحروب اذا جاز التعبير اللي يعني عملت في القوات المسلحة المصرية حالة من الصلابة وحالة من الكسر الخوف وحالة من استعادة الثقة على المستوى المعنوي رائع، لأن أنت كنت بتقاتل العدو، كنت بتضرب مدفعية على العدو، كنت بتطلع تنفذ دوريات العدو وتقصر أفراد وتجيبهم في الضفة الثانية وتدمر مركبات بتاع دوريات استطلاع وتدمر تضرب على نقط حصينة يعني، وتستقبل من العدو أيضا غارات جوية وضربات مدفعية وضربات جوية وإلى آخره. فدي كانت حالة مهمة جدا جدا عشان تعيد الثقة في الفرد المقاتل وتعمل حالة تطعيم معركة احنا بنقول عليها للقوات المسلحة. المسار الرابع والأخير كان، وطبعا دي زي ما احنا عارفين كلنا كان ليها ثلاث مراحل اللي هي حرب الاستنزاف، مرحلة الصمود، مرحلة الدفاع النشط، مرحلة تصعيد العمليات اللي هي فضلت العمليات تتصعد لحد ما وصلنا إلى حالة الحرب بتاع 6 أكتوبر. المسار الأخير أو الاتجاه الأخير كان تهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي، والحقيقة دي كانت القيادة السياسية بذلت فيها جهود برضو ضخمة جدا جدا، لأن كان في عزوف وكان في حالة طبعا الكتلة الغربية بزعامة كل الدول الغربية بزعامة المتحدة الأمريكية بترفض الحرب وترفض 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 يعني، وزي ما قلنا في الأول المسار السياسي التفاوضي فشل، فكان خلاص بقى يعني الرئيس السادات يعني اتخذ فيما بينه وبين نفسه قرار الحرب. فكان لازم يهيئ المسرح الدولي لقبول الحرب يعني خلاص، من خلال بقى عرض الموقف المصري ان دي قضية عادلة يعني، القوانين الأمم المتحدة بتقول من حق
الدولة اللي تم الاستيلاء على أراضيها بالقوة أو إنها تسترجع أراضيها بالقوة. ده قوانين القوات المسلحة، قوانين هيئة الأمم المتحدة. عدالة القضية إن إحنا مش بنحارب عشان إحنا مش بنعتدي على حد، إحنا بنحارب عشان نسترجع أرضنا المحتلة حفاظا على الأرض. فدي عدالة، عدالة في عدالة القضية نفسها. فده شيء مهم إنك أنت تمرره في المسرح السياسي الدولي عشان يقبل قبول الحرب، وفعلا ده اللي حصل يعني. ففي بذل جهود كثيرة في هذا الاتجاه. والرئيس السادات مثلا على سبيل المثال قبل الحرب بفترة بسيطة راسل كل زعماء الدول الأوروبية بما فيهم الفاتيكان، بيشرح فيهم عدالة القضية المصرية وإن إحنا لازم نسترجع أرضنا، وإحنا يعني خدنا كل السبل خلال السنين اللي فاتت دي عشان نسترجع أرضنا بطرق سلمية، ولكن هذه الجهود وهذه الإجراءات لم تنجح ولم تثمر. فإحنا ما قدمناش غير إن إحنا نسترجع أرضنا باستخدام القوى العسكرية. طيب على المستوى العربي، أنا آسف معلش أكمل المستوى العربي. على المستوى العربي الحقيقة دي كانت ملحمة حلوة قوي، ملحمة رائعة يعني، لأن إحنا يعني حقيقة كل رؤساء وملوك الدول العربية وقفوا جنب مصر وقفة رائعة جدا جدا جدا، وساعدوا مساعدات مادية وإلى آخره، وسند، والدول الأوروبية والدول عدم الانحياز في هذا التوقيت، والدول الأفريقية، مؤتمرات كثيرة جدا عقدت ودعم مصر والدافع عن حقوق مصر وخلافه. ولا ننسى مثلا موقف الرئيس الجزائري بوميتين لما قال للاتحاد السوفيتي، قال لهم أنا أي أسلحة تحتاجها مصر أنا جاهز إن أنا أدفع ثمنها وأسدد ثمنها. فالحقيقة كان يعني يعني كان في جهد عربي وتوائم عربي، ودي كانت الفكرة بتاع السادات إن هو ينقي الأجواء العربية من أي خلافات موجودة. كان في بعض الخلافات موجودة وبعض التوتر في العلاقات ما بين مصر وبعض الدول العربية، لكن وبعض الدول العربية وبعضها، كل ده الحقيقة يعني بجهود. ولا ننسى الملك فيصل يعني كان ليه دور رائع جدا جدا في تنقية الأجواء العربية بدعم الرئيس السادات وخلافه. طيب سيادة الأمير، يمكن حضرتك تحدثت عن الدروس المستفادة العديدة، لكن كل ده احنا اتكلمنا فقط في التخطيط السياسي العسكري. صحيح، التخطيط السياسي العسكري. اما بالنسبه للتخطيط العسكري اعتقد يعني هنحتاج برضو يتفرد له حلقات حتى، مش يمكن هذه الفقره. فخليني اروح مع حضرتك لدروس اخرى مستفاده من هذه الملحمه. يعني حرب اكتوبر ده بس لو اتكلم على عامل التخطيط، لكن كان فيها دروس كتير جدا. يمكن زي ما حضرتك اشرت في البدايه، وقوف الشعب المصري بجانب القياده وخلف القياده المصريه، طبعا متمثله في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالرغم من انه كان حصلت وقتها نكسة 67 وخرج بالفعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرر التنحي، لكن الشعب المصري هو اللي أصر على وجوده وأصر أنه يقود أيضا هذه المسيرة. والحقيقة طبعا أنت يعني لمستي حضرتك نقطة مهمة جدا، وهو إعداد الجبهة الداخلية أو إعداد الشعب لملحمة أكتوبر أو الحرب أكتوبر. ودي كانت من أحد الدروس المستفادة المهمة جدا اللي عملت عليها القوات المسلحة. والحقيقة يعني برضو فيها تفصيلات كثيرة جدا، عملية إعداد الشعب وإعداد ظهير قوي وجبهة داخلية قوية في ظهر القوات المسلحة، دي كان فيها تفصيلات كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال بنقول مثلا إن تم تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حرب، دي تحتها تفصيلات كثيرة جدا جدا جدا. طبعا كل جهات الدولة وكل وزارات الدولة المعنية اشتغلت على تلبية احتياجات القوات المسلحة. كل ما هو يعني مطلوب لصالح الجيش المصري ولصالح احتياجات الجيش المصري كل الوزارات المعنية. صحيح. وبالتالي بنسميها يعني تحويل الاقتصاد المصري في هذه الفترة إلى اقتصاد حرب. لكن الوقت ده سيادة اللي هو كان فيه تقاسم للموارد الخاصة بمصر، يعني مثلا لو هنتحدث عن مصانع الغزل والنسيج كان بتروح
الحرب علشان خاطر يعني مهمات القوات المسلحة والزي وخلافه، وتم استيراد وقتها اعتقد من الصين يعني البيجامات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لتلبية احتياجات الجيش كذلك والبطاطين وخلافه ويعني مستلزمات المعيشة بتاعت الفرد المقاتل لا تفصيلات كثيره ولم جدا. يتذمر المواطن بالعكس، لا ده المواطن لا لا كان لا بيقدم لو يقدر يدي اكتر كان هيعمل لا كده. ده انا يعني يعني زي ما بيقولوا اضيف اليك من الشعر بيتا فضل. يعني الشعب المصري كان يدفع القياده السياسيه ويدفع القوات المسلحه الى الدخول في الحرب. صحيح، وفاكرين يعني مش بس راضي ومش بس قابل ومش بس بيربط الحزام ومش بس، لا ده بيدفعهم دفع، بيدفع القيادة السياسية دفعا ويدفع القوات المسلحة دفعا حتى تسترجع الأرض المحتلة وتدخل في حرب. النقطة دي غاية في الأهمية ومش عاوزين نعدي كده ونمر عليها مرور الكرام، لأن قد تتشابه التحديات اللي موجودة حاليا والأزمات اللي موجودة حاليا وهي أزمات عالمية مع الأزمات والتحديات اللي كانت موجودة أثناء معركة أكتوبر. فهنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع حضرتك الحديث عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر إن شاء الله. إن الصراع مع العرب لن ينتهي إلا برحيل جيل أكتوبر، هكذا قالت جولدا مائير، ولكن في حقيقة الأمر جيل أكتوبر لم ولن ينتهي، لأن هي دي عقيدة وهوية المصريين يعني المستمرة لآلاف من السنوات. ما زلنا نتحدث عن الدروس المستفادة من انتصار أكتوبر مع ضيفنا الكريم اللواء دكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء، كنا بنتكلم على الدروس المستفادة في حرب أكتوبر تحديداً، ويمكن من بين هذه الدروس كنا بنتكلم ازاي كان في مناصفة وتضحيات بيقدمها الشعب للجيش علشان المرور من هذه الأزمة واستعادة الأرض مرة أخرى. ازاي ده يبقى درس مستفاد نقدر نعمل بيه النهاردة في ظل هذه التحديات؟ هيا احنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية للجزئية اللي حضرتك بتقولها اللي هو التحام الشعب المصري يبقى على قلب رجل واحد. يمكن الرئيس سيسي قال هذا أكثر من مرة، وإحنا نجحنا لما الشعب المصري التحم وبقى على قلب رجل واحد بعد ثورة 25 يناير. شوف إحنا حققنا إيه، يعني حققنا ثورة رائعة في 30 يونيو. ثم حاليا إحنا فين، إحنا يعني إنجازات وإلى آخره، كل ده كان بتلاحم الشعب المصري. لو نفتكر الأحداث بتاعت 25 يناير وإلى آخره وحالة البدايات البسيطة اللي تم زرعها عشان يعملوا حالة انقسام ويبثوا فتنة وإلى آخره، لم ينجحوا. كل الجهود اللي كانت بترمي إلى هذا لم تنجح. إحنا في أمس الحاجة دلوقتي ده لالتحام الشعب المصري، مش خلف القوات المسلحة ولكن يلتحم على قلب رجل واحد لصالح الدولة المصرية، لصالح الجمهورية الجديدة. احنا في أمس الحاجة لكده. الضرب المثل في حرب أكتوبر زي ما حضرتك ذكرت في هذه الجزئية، لا دي كانت ملحمة. صحيح. الشعب المصري قام بملحمة، يعني احنا اتكلمنا على تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حرب. ده يعني ايه للشعب المصري؟ يعني اكتر من اللي احنا الناس بتتكلم عليه سكر سعره زياده ولا رز ولا خلافه، لا ده كانوا بيربطوا الحزام، عدم الاتاحه. وصلنا الوقت ما فيش اتاحه، عدم اتاحه يعني عدم اتاحه لسلع كثيره جدا. السلع دي كان بتروح تاكل الجيش وتاكل القوات المسلحه المصريه. كل الجهات في الدوله، فنانين، اعلاميين، كله كان. حتى الفنانين حتى يعني الريع او حتى الحفلات اللي كانت بتحصل الفنانين كانوا بيتبرعوا بيها بأجرهم فيها طبعا. كل الجهات كانت بتشتغل على قلب رجل واحد، قلب رجل واحد ان احنا عايزين نوفر كل الامكانيات وعوامل النجاح للجيش المصري من دمنا ومن قوتنا ومن احتياجاتنا الشخصيه. ده اللي هو رجع المسؤوليه الوطنيه، وهنا انا بقول المسؤوليه الوطنيه لان ربما غاب هذا المصطلح كثيرا لدى البعض واصبحت الانا هي التي تسيطر. بالظبط كده. يعني برضو اضيف لحضرتك
اللي هو احنا بنقول عليه الولاء الوطني، بنقول عليه الوعي الوطني، بنقول عليه الوعي المجتمعي، بنقول عليها المواطنة. كل دي مفردات احنا عايزين ننميها ونفعلها في المجتمع المصري حاليا، لان احنا في احوج الحاجة ليها. احنا في مرحلة لو خرجنا منها هنبقى في مصاف الدول المتقدمة، هنبقى جمهورية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبكل ما كل ما يتمناه اي فرد في الشعب المصري. عودة الى الدرس المستفاد الخاص بتلاحم الجيش المصري او ملحمة الجيش المصري، الشعب المصري حول جيشه وحول قوات المسلحة. كان في برضو مصطلح بنقول عليه التعبئة الصناعية. كل المصانع احنا في مستلزمات معينة بنحتاجها، حالة الحرب بنحتاج كميات كثيرة جدا جدا منها، مستلزمات صناعية. الانتاج الحربي ما يقدرش يلبي مستلزمات حرب. صحيح. والحرب كان مخطط لها تبقى حرب طويلة. عشان دي احد النقاط القوة اللي ممكن نستغلها ضد نقطة ضعف للعدو اللي هو ما يقدرش يتحمل حرب طويلة. اقتصاده هو بيعتمد على قوات احتياطية، يعني الدولة هتتوقف، الدولة هتتوقف لو الحرب امتدت. احنا كنا بنشتغل على هذه النقطة. فاحنا محتاجين تجديسات كثيرة جدا جدا ومستلزمات صناعية. كل المصانع تقريبا تحولت الى اللي عايزاه القوات المسلحة نقدر نعدل خطوط الانتاج بتاعتنا ونوفره للقوات، نسميها التعبئة الصناعية للحرب. حالة الروح المعنوية بقى دي حدث ولا حرج، يعني احنا بنقول ده الشعب هو اللي كان بيدفع القوات المسلحة والقيادة السياسية. صحيح. إعداد الشعب الحقيقة إعلام بقى والشق الخاص بالأغاني الوطنية، ده كله كان إعداد للشعب، إعداد للشعب. طيب انطلاقا من نفس النقطة سيادة اللواء، ويمكن حتى هذه نقطة أشار إليها أو أشارت إليها الندوة الثقافية أمس، فكرة الوعي اللي حضرتك تتحدث عنه. بالرغم مرة أخرى أن احنا كنا خارجين من نكسة 67، دي كانت يعني كفيلة أنها تحطم الروح المعنوية طبعا، لكن في نفس الوقت كان في وعي مجتمعي وعي شعبي أن احنا لا نقدر وأن احنا هنحارب زي ما كنا بنتكلم. زي ما قلت التاريخ بيعيد نفسه وما زالت الحروب على مصر مستمرة، شكل الحرب اتغير. الأول حرب كانت عسكرية وجندي أمام جندي، دلوقتي بقت حرب وعي، حرب معلومات. ويمكن شوية كنا بنسمع احنا بقالنا 50 سنة بنحتفل بحرب أكتوبر ايه الجديد، لكن على الناحية الأخرى وعلى الجهة الأخرى في نفس التوقيت، ومش بس في نفس التوقيت، طول الوقت تخرج معلومات مغلوطة عن حرب أكتوبر، تشكيك. صحيح. وطول الوقت بنشوف حتى بطرق بقى كتيرة، إن كان المعلومة خاطئة، تغيير في معلومة، غسل معلومة بشكل كامل، تزييف حقائق أصلا. فطول الوقت إحنا معرضين لهذه الحملة واللي بتدخل كده بالراحة زي ما بنقول من غير حتى ما حد ياخد باله. الأجيال الجديدة ما حضرتش حرب أكتوبر، ممكن تكون تسمع عنها لكن ما حضرتش. إحنا يا إما والدي أو جدي كان موجود، كان مشارك، كان أو حضر 67 أو حتى حضر حرب أكتوبر، فإحنا عندنا إلى حد ما انتماء أو حاسين بالفترة دي. جيل الجديد لا. يعني هو حضرتك أنا أقدر أقول حاجة واحدة في موضوع حملات التشكيك، وزي ما بيقولوا كده إيه، نبدأ من الآخر. الحرب فيها انتصار ومهزوم. إحنا كنا مهزومين، كان عندنا أرض محتلة. أوكي؟ كان عندنا أرض محتلة، يعني كل سيناء كانت محتلة، ومش أرض قليلة، وأرض غالية علينا كلنا. طيب عملنا عملية عسكرية أو حرب أكتوبر، نتيجة الحرب دي كانت إيه؟ إحنا مش هنتكلم في تفصيلات دلوقتي ولا هنرد على حملات تشكيك ولا آخر. إحنا الأرض استرجعنا أرضنا ببساطة شديدة. صحيح. فأي حملة تشكيك تقال في هذا السياق هي حملة زائفة. احنا كان عندنا ارض محتله استرجعناها بعمليه عسكريه. الشخصيه الاسرائيليه بتعتمد دايما على الكذب يعني والتضليل، يعني مش هنرد بقى على. صحيح. يعني الحاجه الثانيه لو دخلنا بقى في تفصيلات بقى برضو مش تفصيلات صغيره قوي،
انتوا كنتوا بتقولوا ان عندكم خط لا يقهر ولا يخترق، خط برديف، بتقولوا عندكم قوات جويه يد طوله وتقدر تضرب العمق المصري، وعندكم اسلحه متطوره ومنظومات تسليح متطوره ومنظومات حرب الكترونيه متطوره ودبابات متطوره. نعم نعم، كان العدو الاسرائيلي متفوق نوعي، لكن احنا بالتخطيط اللي هو جزء التخطيط العسكري اللي احنا ما اتكلمناش فيه، لا احنا تغلبنا على كل نقاط الضعف دي، لان زي ما انت عندك نقاط، ومفيش حد عنده كامل من نقاط طبعا القوه. فالتخطيط بقى العسكري بدا يبص او يرصد نقاط الضعف في العدو ويستغلها من خلال اجراءات وخطط عسكريه وتعاون وثيق ما بين وتعاون استراتيجي ما بين القوات السوريه عشان افتح جبهتين بطول 4000 كيلو عشان اشتت جهود. ده كله ده تخطيط عسكري صحيح. كل هذه الاجراءات يعني دحضت، يعني خط برليف اتكسر، خط برليف اقتحم، خط برليف المانع الأقوى مانع في التاريخ تهايل تحت أقدام المقاتلين المصريين وتحت قصفات المدفعية، وأسر ما أسر وقتل ما قتل. هو دي مش حقائق ولا هنقدر نتكلم بقى في مش عارف إيه معركة، مش عارف إيه معركة الصغرى وبتاع. ده احنا نقف معركة الصغرى دي، ده كان الجيش الإسرائيلي، كان تلت الجيش الإسرائيلي نص جيش هيدمر تماما. يعني برضو نقول برضو حقيقة ثابتة في العلم العسكري، أي حرب بتبدأ بقرار سياسي صحيح. ثم عملية عسكرية أو قرار عسكري، وتنتهي بقرار سياسي. أوكي. الأطراف المتصارعين عشان يقعدوا على طاولة مفاوضات ويبدأوا أنت ليك إيه عندي هدهولك، ما فيش حد هيقعد، والحرب الروسية الأوكرانية مثال حي على كده وحروب كثيرة، إلا لما تبقى أوراق قوية عند طرف من الطرفين. صحيح. الطرف المصري كان عنده أوراق قوية جدا جدا، وبالتالي نجحت مفاوضات السلام ومشكرين، اتفضلوا الأرض دي بتاعتنا، حاضر، سابوا الأرض خدنا أرضنا. طيب هو في حد كان يبقى يملك أدوات تفاوض سياسي ويملك على الأرض مقومات ويتنازل بهذا الشكل؟ ده على فكرة دي نظريات طبعا. يعني أنا مش هقعد مع خصم وهو معاه ورق ضغط وأنا معايا ورق ضغط، اللي أوراق الضغط هي الأقوى الفرد الطرف الآخر هيتنازل. صحيح. دي كانت نتيجة صحيح. فبالتالي أي حملات تشكيك هي الحقيقة حملات زائفة عشان تبييض وجه الـ 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 القوات المسلحة الإسرائيلية. ويمكن وهم اللواء علشان كده أعتقد كان في فطنة في الوقت الحالي تحديدا، وده يحسب لي يعني القيادة السياسية ومن ثم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفكرة وجود وولود قناة ثقافية، قناة وثائقية عفوا، لتوثيق التاريخ المصري بأياد المصريين، دي عشان طبعاً ما يبقاش في حد بيحكي التاريخ نيابة عنه. واعتقد ده درس من الدروس المستفادة طبعاً خلال الفترة وخطوة مهمة الحقيقة. وختاما يبقى لنا كمصريين أن نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم طبعاً، ووجود قوات مسلحة باسلة تدافع عن الشخصية المصرية وعن الأرض وعن الأرض أيضا. بنشكر حضرتك سيادة اللواء على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضرتك أنا طيب وجيش مصر العظيم بألف خير. أنا اللي بشكركم وبشكر أسرة البرنامج وبشكر وبهني الشعب المصري والقوات المسلحة كلها بهذا النصر العظيم، ودايما يا رب في انتصار، ودايما مصر إلى الأمام يا رب إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إحنا بنهنئ أنفسنا الحياة بجيشنا العظيم. بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء أركان حرب دكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. نورتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، كل سنة وكل المصريين بألف خير بمناسبة مرور 50 عام على ذكرى انتصار أكتوبر، هذه الملحمة العظيمة اللي بنفتخر بيها جميعا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة غدا في نفس الميعاد 7 صباحا. صباح الخير يا مصر، صباح المصر.